أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام بكل خير، حياكم الله، أهلا بكم جميعا إلى برنامج هذا الصباح الذي يأتيكم من الإخبارية الجزائرية على مدار ساعتين من الزمن، وتتابعون فيه عديد المحاور والمحطات. تتابعون اليوم قمة طموح المناخ التي انعقدت أمس بمناسبة الذكرى الخامسة لاتفاق باريس حول التغيرات المناخية، تحضيرا للمؤتمر الأممي كوب 26 العام المقبل، وإسهامات الجزائر اليوم في إطار هذا التوجه نحو التقليل من الانبعاثات الحرارية. ستكون لنا أيضا وقفة في برنامجنا عند التدخين، هذه الآفة الخطيرة على صحة الإنسان، حياته وبيئته قبل كورونا وبعدها. وموسم جني الزيتون يحقق وفرة معتبرة بولاية البويرة، ما هي الأسباب وما هي التحديات أمام استمرارية الإنتاجية على نفس الوتيرة؟ في البرنامج نموذج لأحد الشباب الواعدين توج بالميدالية الذهبية لأحسن زيت زيتون بكر. في البرنامج أيضا أركاننا الثابتة من حصاد الصحف والصباح الرياضي، ترافقكم في هذا الصباح. صباح سعيد للجميع. البداية مشاهدينا الكرام وكالمعتاد نبدأ بهذه القراءة في أبرز ما ورد في الصحف الوطنية والدولية مع الزميل فتح يعقوب بعد الفاصل. فتحي صباح الخير. صباح الخير عفاف. مشاهدينا الكرام أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وهذه القراءة في الصحف الصادرة نهار اليوم. كل الصحف الوطنية التي صادرة نهار اليوم سلطت الضوء على الحدث، كلمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي وجهها إلى الشعب الجزائري. صحيفة الخبر عنونت: رئيس الجمهورية يوجه كلمة للشعب الجزائري. وقالت الخبر: وجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الأحد كلمة للشعب الجزائري يعلن فيها تعافيه من فيروس كورونا. فيما صحيفة الشعب قالت أنه في حدود الساعة 53 دقيقة عصرا أعلن رئيس الجمهورية بصفحته الرسمية بموقع تويتر تعافيه من المرض الذي منعه من الظهور لقرابة شهرين كاملين. أما صحيفة لانوفيل ريبوبليك فعنونت: رئيس الجمهورية يعلن بنفسه قرب عودته إلى أرض الوطن. وعن الحدث ذاته مشاهدينا الكرام عنونت صحيفة الشروق: رئيس الجمهورية قريبا سأعود لنواصل بناء الجزائر الجديدة. وقالت الشروق أن حالة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في أول ظهور له منذ الإعلان عن وعكته الصحية ظهرت مطمئنة جدا من خلال ملامح وجهه المرتاح وحركة جسده العادية، وهو يتفاعل مع خطابه المرتجل، كما بدا ملما بدقة بالوضع في البلاد بأبعاده المحلية والإقليمية، بل تحدث عن تفاصيل الحياة اليومية للجزائريين. صحيفة البلاد وفي سياق تسليطها للضوء على الحدث نقلت عن رئيس الجمهورية قوله: بعدي عن الوطن ليس معناه نسيان الوطن، فأنا أتابع يوميا إن لم أقل ساعة بساعة كل ما يجري، وعند الضرورة أسدي تعليمات لرئاسة الجمهورية. وفيما يتعلق بالوضع السياسي في المنطقة نقلت صحيفة لجوغ دالجيغي تأكيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن الجزائر قوية وهي أقوى مما يظنه البعض، مضيفا أن ما يجري الآن كان متوقعا وأن الجزائر لا يمكن زعزعة استقرارها.
وفيما يتعلق بالوضع الصحي في البلاد وفق ما أوردته المشوار السياسي، قال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون: حالات كورونا في تراجع، والشكر لكل من ساهم في ذلك. أما صحيفة النهار فعنونت: رئيس الجمهورية يوجه هذه التعليمات لوزير الداخلية والولاة. ونقلت من كلمة رئيس الجمهورية قوله: بعد سقوط الثلوج والأمطار والبرد، أوصي السيد وزير الداخلية والولاة على التطبيق الحرفي لما اتفقنا عليه بخصوص مناطق الظل، وبالأخص توفير وجبات ساخنة والنقل المدرسي. صحيفة الحوار ركزت على الشق الاقتصادي في كلمة رئيس الجمهورية، وجاء في مقال الجريدة أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أكد أن الوضعية الاقتصادية في البلاد ستتحسن في الأيام المقبلة، خاصة وأن قانون المالية 2021 لن يمس جيب المواطن. ملف هام آخر تضمنته كلمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتعلق بقانون الانتخابات. صحيفة الموعد اليومي وحول هذا الملف نقلت من كلمة رئيس الجمهورية قوله: طلبت من الرئاسة التنسيق مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والشروع في تحضير قانون الانتخابات الجديد ليكون جاهزا في أقرب وقت للانطلاق في العملية التي تأتي بعد الدستور. قالت صحيفة المساء أن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد أعرب عن ارتياحه بعد تماثل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للشفاء. وفق ما نشرته الصحيفة، فقد عبر الرئيس التونسي قيس سعيد في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيسبوك بالقول: الحمد لله على سلامة الأخ رئيس الجمهورية الجزائرية الشقيق عبد المجيد تبون وتعافيه من المرض. ومتابعة للحدث مشاهدينا الكرام، معنا الإعلامي أمين سعدي الإعلامي بإذاعة الجزائر الدولية. أمين، صباح الخير وشكرا على تلبية الدعوة. أمين، صباح الخير. صباح الخير أمين. بداية شكرا على تلبية الدعوة. الحدث إذن كانت كلمة رئيس الجمهورية التي وجهها إلى الشعب الجزائري. المراقبون وصفوا كلمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالمطمئنة المباشرة والشاملة لمختلف القضايا الهامة. أكيد أجدد التحية أخي فتحي، صباح الخير لك ولكل المشاهدين الكرام. الرسالة التي وقعها رئيس الجمهورية بالأمس صوتا وصورة عبر موقعه الرسمي لتويتر، ومن بعد ذلك عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، يعني أكيد أنها مطمئنة، وهو ما استفتح به أخي فتحي. يعني بعد قرابة شهرين من الغيابة تواصل بالصوت والصورة، طمأن أولا للمواطن الجزائري الذي من حقه أن يتساءل عن وضعية صحية لرئيس الجمهورية، مع العلم أنه كان فيه عدة تطمينات سابقة من خلال رسالة أو رسائل رئاسة الجمهورية. اليوم لدينا صوت وصورة. صوت وصورة أخي فتحي تزامنت والذكرى الأولى لانتخاب السيد الرئيس في انتخابات رئاسية في 12/12/2019. اليوم من خلال الأربع دقائق و59 ثانية التي تناقلتها كل وسائل التواصل الاجتماعي وبقوة كثيفة بالأمس مساء في حوالي الرابعة مساء وما يزيد، نقلت عدة معطيات: طمأن للوضع الصحي، العودة كما قال السيد الرئيس بإذن الله، يعني نتمنى ذلك ربما أسبوعين أو ثلاث أسابيع وتطورات النقاهة، لكن الأهم من ذلك أنه خرجة السيد رئيس الجمهورية بالأمس كانت صوت وصورة بحركات لنقول ثابتة تؤشر إلى طمأنة للمواطنين الجزائريين، والتي من خلالها كما تابعنا أخي فتحي تطرق إلى بعض النقاط التي من حق المواطن أن يجد لها إجابة، أكانت اجتماعية في مناطق الظل أو اقتصادية على قانون المالية أو حتى مواضيع ذات صلة بتطورات المشهد الدولي في المنطقة.
صحيح. أمين، ربما لاحظت وأنت متابع لتطور الأحداث في الجزائر أن مؤسسات الدولة كانت حريصة في كل مرة على إنارة الرأي العام بكل ما له علاقة بالشأن العام، بكل ما يهم المواطن، لكن بالمقابل نجد أن بعض الأطراف كانت تحاول التسويق لمعطيات بعيدة عن الدقة. بتقديرك أمين السعدي، ما هي بواعث اجتهاد البعض في توفير معلومات غير دقيقة أو ما يعرف بالفيك نيوز أمين؟ لا يخفى علينا جميعا أخي فتحي بأنه الزمن الذي نحن فيه يعني زمن التواصل الاجتماعي أو وسائطه المختلفة بقدر أهميته في نقل المعلومة والآنية والتفاعل، وهذا شيء جميل، بقدر خطورة الإغراق. صحيح. إغراق الأخبار بما يعود عليها سلبا، بل الأسوأ من ذلك إغراقها بالأخبار الخاطئة والمركبة والمزيفة والمخادعة والمراورة والمخونة. صحيح. فالتواصل الذي كان خلال قرابة شهرين من خلال مؤسسات رئاسة الجمهورية ومن خلال أداء كل في مهامها، كانت الحكومة أو غيرها من لديهم مسؤوليات في هذا الوطن العزيز، أكيد أنها اصطدمت ببعض المحاولات من بعض المخونين الذين حاولوا أن يشككوا ويهندسوا في أمور سلبية، وخاطئ حالة ارتباك، لأنه تدرك أخي فتحي وندرك جميعا أن الطبيعة لا تأبى الفراغ. ولكن اليوم لا يخفى عنا جميعا أكان الأمر في الاقتصاد، في الاجتماع، في السياسة، في الدين، في الثقافة، لديك دائما من يحاول أن يناور، أن يدفع بالخطأ، خاصة في مثل هذه الأوضاع. فما جاء بالأمس في تسجيل المصور لرئيس الجمهورية بالنسبة لي باختصار هو سد منيع لكل ما روج من أخبار وتم تركيبه عن طريق مختلف الفضاءات، بل كانت في تأشيرات لأمور كنا ننتظرها قبل نهاية السنة طبعا، ولكن المهم أن الرئيس طمأن المواطنين ورد بين قوسين من خلال ذلك التسجيل المصور على المشككين المناورين الذين لا نتفاجأ أخي فتحي اليوم غدا بعد غد بمحاولات متواصلة ولكن بائسة طبعا. صحيح، وغير ناجحة كالعادة. ومثل ما قلت أمين سعدي الإعلامي بإذاعة الجزائر الدولية أنه هدف رئاسة هدف السيد رئيس الجمهورية من خلال هذه الكلمة التي وجهها للشعب الجزائري كان هو طمأنة الشعب الجزائري. الشعب الجزائري والمواطنون تلقوا كلمة رئيس الجمهورية باطمئنان وبفرح كبير. التلفزيون الجزائري نقل أو أجرى هذه الاستطلاعات مع المواطنين، نتابعها سوية ثم نعود. احنا اليوم تفائلنا خير ان شاء الله، واليوم راه علينا ذاك التوتر اللي راه في شهرين ولا منذ غياب الرئيس. اليوم الحمد لله كما يقول لك القلب تاعنا ارتاحت، وكي شفنا الرئيس رانا فرحنا بالبزاف، باسكو الشيء اللي خلينا نفرحوا بزاف هو انا نتمنوا دائما الخير للبلاد، وهذا الرئيس انا رانا دايرين فيه ثقه ان شاء الله من اجل باش تكون الجزائر احسن باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ربي يشافيه وربي ان شاء الله يعطينا الخير في هذه البلاد هذه، وما كانش بلاد كيما الجزائر تاعنا كامله كل شعب الجزائري يتمنى باش يشوف الرئيس نتاعو والهضره كل واحد يهضر كيفها، والحمد لله رب العالمين شفناه بعينينا اليوم، وربي يجيبوا البلاد على خير ان شاء الله. يشوف رئيس الجمهوريه بان وخطب وكذا، نحس بالامن ونحس بالراحه لانه عندنا امل فيه باه يعني شيرتو الشباب يقدم لنا يعني امور في حياتنا في كذا، عندنا امل فيه كبير. احنا الرئيس تاعنا كي ولينا الرئيس تاعنا ولانا الرئيس تاعنا، احنا شنو نحوسوا؟ نحوسوا على الاستقرار. الحمد لله يا ربي راه بان رئيس وبدات تسقم الدعوه، ولا بالنا بلي فيها خير في الاطار ان شاء الله. فرحنا وان شاء الله ربي يجيب له شفاء، هذا واش نتمنى ان شاء الله. تسقم البلاد الجزائر الجديده. لازم يعني يكون عندنا رئيس ويشفيه ان شاء الله، يدخل وياخذ القرارات اللازمه وربي يشفيه ان شاء الله. ولا حنا نقولوا على سلامته وربي يرزقه بالشفاء، بالشفاء لنا ولجميع المسلمين واللي هو مريض. اليوم شفنا الرئيس وشفنا في احسن فئه في صحه جيده، ونتمنوا له الصحه والعافيه، ونتمنوا في اقرب وقت يرجع للجزائر. والجزائر واقفه دائما واقفه، الجزائر ولادها واقفين معها، والحمد لله على هذا الشيء.
الحمد لله شفنا في الصحراء لاباس عليه والله يجيب له الشفاء ان شاء الله. اليوم شفنا الرئيس في التلفزه وكان في صحه جيده والحمد لله. نورمالمون راه لاباس عليه على حسب ما شفنا. نتمنى ان شاء الله يرجع للبلاد ويقدم الافضل كما راه وعدنا ان شاء الله، ويقوم بالمهام تاعو على احسن ما يكون، ان شاء الله يكون الخير في البلاد. السيد الرئيس في الكلمه نتاعو المختصره المطمئنه كان اكد على انه باقي متمسك بالبرنامج نتاع الجزائر الجديده في اطار انتخابات ودستور جديد وامور جديده. هذا الشيء اللي خلى اليوم المواطن مطمئن. المواطن نظن انه مطمئن اطمئنانين، اطمئن على الصحه نتاع رئيس الجمهوريه من خلال النظره ومن خلال الكلمه اللي لقاها السيد رئيس الجمهوريه، ومطمئن انه الرئيس متمسك ببرنامجه نتاع الجزائر الجديده. في خطاب وجيه ودقيق والذي جاء في أحداث متسارعة ومتغيرات جيوسياسية حولنا، ولهذا السبب أقول بأن الجزائر لا خوف عليها، والمواطن الجزائري أعتقد أنه مجند كله، خاصة لما ذكر بأن برنامج مناطق الضلف مستمر والمجال التنموي مستمر والجزائري للأمام. لمسنا سوية إذن وتابعنا مشاهدينا الكرام ارتياح المواطنين لكلمة رئيس الجمهورية وفرحتهم بكلمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. أمين سعدي لازلت معنا. أمين، تابعت تجاوب المواطنين مع كلمة رئيس الجمهورية، لكن وفق رؤية إعلامية أيضا، كيف تابعت تناول وسائل الإعلام الوطنية والدولية لكلمة السيد رئيس الجمهورية، خاصة وكما أشرنا سابقا أنه في هذه من خلال هذه الكلمة تطرق لمختلف القضايا الهامة سواء داخليا أو حتى تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة؟ قبل الإجابة على سؤالكم لو سمحت أخي فتحي، ووفق التسجيلات التي تقدم التلفزيون الجزائري برصدها، خلينا نقول أنه من حق الشعب والمواطن اللي يتحير على رئيسه كما يتحير على ربما رب البيت أو باباه أو أخوه لما يكون تعبان صحيا، أن الحيرة هذه بحمد الله وبفضله يعني على وقع الفيديو أو التسجيل المصور انزاحت والحمد لله، هذه واحدة. الأمر الثاني انه المعالجه الاعلاميه لوسائل الاعلام الوطنيه اكيد عموميه وخاصه، ولكن الاجنبيه التي لم تكن تتوقع، لانه ندرك بانه الكل يترصد اليوم لمصلحه ما، لغايه ما، لهدف ما، لامور اسمى او ارقى، لكن المهم الكل يترصد لمصالحه. فبالتالي تابعنا بالامس عده قنوات اعلاميه كانوا فيه نخب جزائريه اجروا مداخلات صدت جميع ما تم تناوله خلال لا اقول ساعات ولكن اسابيع ماضيه، هذا واقع يعني. فبالتالي المداخلات بالامس وتناول القنوات لم تتساءل عن وضعيه صحه رئيس جمهوريه الجزائريه، بل تطرقت الى ما تضمنته المداخله. ما تضمنته المداخله اخي فتحي من الجانب الصحي تطمين لوضع رئيس الجمهوريه صوتا وصورة، من الجانب الوطني متابعه يعني ميدانيه، تلفزيون جزائري بالمناسبه كنتم بثيتم قبل ايام قليله يعني ريبورتاج يرصد مشكله نقل في احدى الولايات الى وقت هي بومرداس، ومشكل نقل التلاميذ مشكل عويص جدا، وفي صوره ربما يعني هي صراحه لا تمثل كل رؤساء البلديات، ولكن كانت صوره مؤسفه، وشهدنا تفاعل المواطنين عبر صفحه الفيسبوك تلفزيون جزائري، واقصد هنا مناطق ظل. مناطق ظل لم تغب عن مداخلة رئيس الجمهورية، يعني هو فكرهم حتى في يعني كما نقول في النقل والأكل الساخن. صحيح. يعني المهم الأمر لوزير الداخلية ولايات الجمهورية. القنوات الدولية الأمس لم تتكلم ولم تتساءل عن صحة الرئيس، بل منها من تطرق إلى موضوع قانون الانتخابات. صحيح. ندرك بأنه أخي فتحي في 20 سبتمبر الماضي لم أخطئ كان الرئيس قد كلف لجنة بمراجعة القانون العظيم المتعلق بالانتخابات لتحديد مقاييس انتخابية شفافة تقطع نهائيا ممارسات الماضي، وهنا أؤكد على قضية المحاصصة والكوطة وتوزيع المقاعد وما إلى ذلك، وضمان انتخابات شفافة في المستقبل دون منازع ودون
أن تخرج عن الإرادة الشعبية كما قال رئيس الجمهورية، ويقصد بهذا السياق الحراك الشعبي وإرادته في تغيير مؤسسات ديمقراطية تنبثق عن هذه الانتخابات. فبالأمس تناول وسائل الإعلام الوطنية والدولية بين قوسين، لأنه في الوطن ندرك ما يهمنا، ندرك كيف نعالج قضايانا. غياب الرئيس نابع عنه أكيد يعني تولي كل كفاءات الجزائر وكل إطاراتها في مؤسساتها بمهامهم، رغم صعوبة الوضع ليس على الجزائر فقط إنما على كافة الدول. وعلى ذكر قانون الانتخابات، بعض وسائل الإعلام بالأمس أخي فتحي تطرقت إلى أهمية هذا الموعد، لأنه مسعى رئيس الجمهورية في هذا النقطة والتي سيفتح ربما نقاش عنها في الأيام القادمة بحول الله، مسعى يكون انتخابات تضمن يعني مستوى المصداقية، مستوى الشباب ومصداقية المجتمع المدني في دخول معترك انتخابات ووضع القاطرة على مؤسسة ديمقراطية يعني تجسد الجزائر الجديدة. فبالتالي التناول غابت عنه تلك الضبابية والتلاعبات التي كانت في لقاءات وحوارات ونقاشات الكثير من وسائل الإعلام كانت يعني عربية وأجنبية، بل ركزت على ما جاء على لسان السيد الرئيس: صحة نحن هنا، اقتصادا وفي طمأنة مهمة أخي فتحي، لنعترف الجزائري من حقه أن يتساءل عن الوضعية الاقتصادية وما إلى ذلك، طمأنة وطمأنة أكثر أنه ما فيش ضرائب على المواطن الجزائري صحيح. في 2021 بالضبط. فبالتالي هذا صم لأفواه الكثيرين. صحيح. الإعلامي أمين سعدي، شكرا جزيلا لك على هذا التحليل وهذه المداخلة وعلى تلبية الدعوة، شكرا جزيلا لك مرة ثانية. إذن مشاهدينا الكرام، نواصل استعراض ما تبقى بأيدينا من أخبار الصحف الصادرة نهار اليوم، حيث قالت صحيفة الموعد اليومي أن الوزير الأول سيد عبد العزيز جراد سيدشن الدخول الجامعي الجديد من ولاية المسيلة. وفق ما أوضحت الجريدة، فإن الوزير الأول عبد العزيز جراد سيشرف على افتتاح السنة الجامعية الجديدة من ولاية المسيلة، كما سيقوم بتدشين وتفقد عدد من المشاريع التنموية في قطاعات عدة في الولاية ذاتها. وزير الاتصال يعلق على صفقة العار: لا جدوى من المقايضة من مقايضة التطبيع باحتلال الصحراء الغربية. صحيفة المشوار السياسي وفق ما أوردت، فقد أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحمر أن مقايضة التطبيع مع الكيان الصهيوني باحتلال الصحراء الغربية أمر لا جدوى له أمام إرادة الشعوب التي لا تقهر في كسر قيود الاحتلال والاستبداد. الخبر الأخير الذي بين أيدينا مشاهدينا الكرام في عدد اليوم يتعلق بما نشرته صحيفة الشباب. صحيفة الشباب نقلت عن رئيس عمادة الصيادلة عبد الكريم طواهرية قوله أن الجزائر قررت استيراد 1,000,000 جرعة من دواء أوفينوكس المدرج في بروتوكول علاج كورونا. كان هذا آخر خبر معنا مشاهدينا الكرام في هذا في موعد اليوم. يتجدد اللقاء بكم في قابل الأعداد بحول الله. عودة إليك عفاف لاستكمال ما تبقى لك من أركان هذا العدد. شكرا جزيلا لك فتحي يعقوب على هذه الإطلالة في أبرز ما ورد في الصحف الوطنية والدولية. ومشاهدينا الكرام، إلى فاصل قصير نتواصل بعده. مشاهدينا الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة روبورتاج للزميلة ندى الرمادلية حول بحيرة تونغا، هذا التي فيها تنوع بيولوجي ولوحة سياحية رائعة متاحة أمام الزائرين. تستلقي على مساحة 2600 هكتار، وتعتبر من أهم المناطق الرطبة بالحظيرة الوطنية للقالة. بحيرة تونغا مرتع لأصناف الحيوانات والطيور على اختلافها. بحيرة
على طنجة من أهم المناطق الرطبة في الجزائر، تم تأسيسها سنة 1982 على موقع رمسار. هذا الموقع رمسار يحتوي على المناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية. تم تصنيفها كمحمية عالمية لتواجد عدة أصناف نباتية وحيوانية هامة وكذلك جد نادرة. تحوي البحيرة أيضا على أنواع مختلفة من النباتات المائية، أين تجد الطيور مكانا لبناء أعشاشها، كالنوفر الأبيض الذي تتباين ألوانه حسب فصول السنة. بالنسبة للحيوانات تتمثل خاصة في الطيور المائية، بما في ذلك هناك صنفين نادرين وعليهم تأسست بحيرة طونغا محمية عالمية. هناك الأول هو الرسماتير ذات الرأس الأبيض، الرسماتير ذات بلانش كازي مناسب في طريق الإنقراض، والنوع الثاني وهو حمراوي أبيض العين سيلا فيليجن نيروكا. هناك أنواع أخرى نادرة مثل الدجاجة السلطانية وخطيفة الماء يقولون لاقيفة مصطاك. بحيرة تونغا من أجمل بحيرات العالم، الحديقة المائية التي تأسر قلوب عشاق السياحة البيئية باعتبارها موطناً لأجمل ما تحمله الطبيعة من تنوع بيولوجي. إذن مشاهدينا الكرام، تأتي قمة طموح المناخ التي انعقدت أمس افتراضيا بمناسبة الذكرى الخامسة لاتفاقية باريس، تمهيدا لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26 وتحفيزا للعمل الدولي نحو مستقبل مرن خال من الانبعاثات الحرارية. إثراء للنقاش أستقبل معكم ضيف الصباح ومعي سيدة فازية دحلب مديرة التغييرات المناخية بوزارة البيئة. سيدة دحلب صباح الخير. صباح الخير وشكرا على الدعوة سيدة الكريمة. وشكرا لك أيضا على قبول المشاركة معنا في برنامج هذا الصباح. سيدة دحلب، في أي سياق يأتي انعقاد قمة الأمس، قمة طموح المناخ، وما هي الأهداف المتوخاة منها؟ شكرا سيدتي الكريمة. إذن هي 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 قمة طموح المناخ. لماذا كلمة طموح؟ نعم. أولا إذن تعلمون أنه في قمة باريس ل 2021 الحرارة على سطح الأرض كانت تتعدى 6 درجات مئوية، فبعد يعني اعتماد اتفاق باريس من الدول، وكانت الجزائر صادقت على هذا الاتفاق في 13 من أكتوبر 2016 بمرسوم يعني رئاسي، وكان خصصت آنذاك يعني مجلس حكومة باش نأسوا لجنة يعني كي فابرودوير les instruments de ratification de l'accord de Paris باش الجزائر تقوم باعتماد هذا الاتفاق العالمي اللي هو اتفاق باريس. الهدف الأول لهذا الاتفاق هو أننا نلحق يعني نثبت الحرارة على سطح الأرض إلى 2 درجة مئوية بعد ما كانت 6 درجات مئوية على سطح الأرض. وكما تعلمون أنه لما ترتفع درجة الحرارة راح تكون فيه آثار سلبية على يعني الدول، والجزائر معنية كثير بهذه النقطة بالذات. لماذا؟ لأن الجزائر صنفت من طرف الخبراء الدوليين اللي هما مكلفين من الأمم المتحدة بمتابعة مسألة تغير المناخ بأنها مصنفة في منطقة تعاني كثير من الهشاشة المناخية. يعني نو سوم ان باي كي تري فينيرابل او شانجمون كليماتيك. واش معناه تعاني من الهشاشة المناخية؟ يعني بلد اللي راهو فيه مشاكل ارتفاع يعني درجات الحرارة،
هذا عنده أثر سلبي على الأمن الغذائي، نعم. على كذلك تساقط في تذبذب في تساقط الأمطار. احنا وزارة البيئة عملنا دراسة وين شفنا أنه في المنطقة في بلدنا وفي منطقة يعني البحر، فيه دراسات أخرى في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشمال إفريقيا، الأمطار راهي تنقص كثير يعني، وفي الجزائر راهي نقصت من الشمال حول الغرب من 20 إلى 35%. والمنطقة الغربية من الجزائر كنا نعلم أنها هي المنطقة اللي تنتج يعني الحبوب وكذا، إذن فيه منس pour la sécurité alimentaire، هذا يهدد الأمن الغذائي للوطن. الآن نولي لك مسألة الطموح، لماذا يعني سميناها قمة الطموح للملا؟ إذن لما كنت قلت لك في الأول أن الجزائر برئاسة وزارة البيئة آنذاك أنشأنا اللجنة الوطنية للمناخ، يعني لأنتجت les instruments de ratification de rapport، يعني الوثائق اللي نمشيو بها باش نعتمدوا هذا الاتفاق الدولي. من أهم يعني الوثائق اللي أنتجناها ذاك الوقت وثيقة تسمى بالمساهمة الوطنية المحددة، يعني كانت الأمم المتحدة طلبت من كل دولة أنها تعلن عن الطموح تاعها في إطار هذا الاتفاق، معناه بكم راح تخفض من انبعاثات الغازات الدافئة كالتزامات معينة، يعني كالتزامات يعني بفضل هذه الالتزامات تاع الدول اللي هما نسموه الطموح، يعني كل دولة تقول أنا راح نخفض من الانبعاثات مثلا ب 20% ب 30% مع تحديد سقف سنوي يعني. نعم، إذا هنا بفضل هذا الاتفاق بعد ما كانت حرارة على سطح الأرض يعني 6 درجات في خلال يعني 2030 نقدروا بهذا الطموحات تاع الدول نقسم درجة الحرارة إلى 3%. اليوم لماذا يعني هذا القمة تاع الطموح؟ قال بكل هذا الالتزامات ما قدرناش نلحقوا على واش اتفق عليه الاتفاق، اللي هو انه نخفضوا من درجة الحرارة تاع الأرض إلى 1.5 درجة مئوية. إذا هاد كل هاد الالتزامات تاع الدول ما تكفيش عنها، يعني نعقد هذا المؤتمر باش يعني نحسوا الدول انه لازم طموح انها تزيد في الطموحات نتاعها. الدرجة الحالية يعني المحققة أين نحن الآن؟ اليوم بالتزامات كل هذه الدول في إطار اتفاقية باريس اللي هما يسموها الوثيقة هذه يسمو الالتزام هذا يسموه لا كونتريبيسيون ديتيرميني او نيفو ناسيونال، إذا المساهمة المحددة وطنيا. فالجزائر مثلا تعهدت أنها تخفض من انبعاثات الغازات الدافئة ب 7%، والتزمت كذلك أنها تزيد في هذا الطموح من 7% إلى 22% إذا كان استفادت من يعني المرافقة التقنية، وإذا كذلك النقل التكنولوجيات من طرف الدول المتقدمة نحو الدول اللي تعاني من الهشاشة المناخية اللي هي لي بيي يعني فينيرابل شانجمون كليماتيك. سيدة دحلب، يعني رغم جائحة كورونا ومرافقها من الحجر الصحي والتقليل من الأنشطة الاقتصادية، لكن كما قلت الانبعاثات الحرارية وصلت إلى مستوى قياسي، ومازال أمامنا تأخير لتنفيذ هذه الالتزامات. يعني هل نحن بصدد ضرورة التفكير في إجراءات ملموسة أخرى للوصول إلى التحييد الكربوني بحلول 2030 وحتى 2050 بالنسبة لباقي الدول؟ نعم، إذا احنا لما كل دول صادقت على هذا الاتفاق الدولي اللي هو استطعنا يعني الدبلوماسية المناخية لكل يعني الدول، كما تعلمين الأخت أنه
مثل هذه المؤتمرات اليوم راهي يعني تجلب رؤساء دول، رؤساء دول وحكومات، يعني ماهيش يعني مؤتمرات عادية. إذن فيه ديزانجو بوليتيك، فيه تحديات سياسية، فيه إذن تحديات فيما يخص النقل التكنولوجي، وفيه تحديات تخص تمويل. نعم، لازم باش الدول هذه اللي هي تعاني من الهشاشة المناخية تحقق مشاريعها وتحقق التزاماتها، لازم لها تمويل مرافقة من الدول، تمويل من طرف من المتطورة، من تمويل من طرف الدول المتقدمة اللي هي تسبت في هذا الاحتباس الحراري. نعم، اللي هي بنات حضاراتها. نعم، في الماضي على حساب هذا الدول يعني النامية. فالآن التوازن اللي خلقناه في اللي خلقته الدول المجموعات الإفريقية العربية وكذا، التوازن اللي خلقناه في هذا الاتفاق أنه يعني الدول المتقدمة يعني موبيليز يعني ان فينانسمون لمشاريع الدول اللي هي في طريق النمو. نعم، واللي هي تعاني من الهشاشة المناخية لكي يعني تطور يعني تقدر يعني تكافح الآثار السلبية لهذه التغيرات المناخية. طيب ما هي آليات هذا؟ أخت كريمة، هو حصل شيء. نعم، لما الدول يعني مضينا على هذه الاتفاقية في 2015 فيه يعني قوة اقتصادية انسحبت من. نعم، هذا الاتفاق أمريكا. نعم، اللي هي الولايات المتحدة. نعم، فطبعا هذا خلق جو اللي هو الدول الأخرى تقول لك إذا كان أكبر قوة اقتصادية يعني انسحبت من هذا الاتفاق، ما هو يعني كلي مونابور أنا كدولة أقل يعني، إذن انقص يعني نقولها بصراحة. نعم، انقص يعني يعني الدول ولا تنقص لها الحماس مش كما كان في البداية. ولكن الآن القضية ولات قضية اجتماعية، فيه دول متضرة كثير يعني من هاد التغيرات المناخية، في حاليا هجرة السكان يعني من الجنوب نحو الشمال بسبب التصحر، بسبب يعني تأثر حتى الزراعة وكذا. نعم، يعني ولات تخلق مشاكل اجتماعية. نعم، وبغض النظر على كل الكوارث البيئية اللي تحصل في هذه الدول اللي تعاني من الهشاشة المناخية. نعم، فكنتم شفتوا بالأمس كيف يعني كصحفيين كيف أنه الآن حتى الشباب، فيه جمعيات تاع الشباب اللي هي تتصدى لهذه الآثار، واللي هي تشارك حتى في هذا القمة الدولية اللي تقول يا يعني يا للمسؤولين السياسيين ورونا دوركم في التخفيض من هذه الانبعاثات. وهي مسؤولية مشتركة، وهي مسؤولية سيدة. هو مشكل عويص جدا. نعم، لأنه يتطلب يعني أنه يكون فيه يعني حل مشاكل في قطاعات مختلفة. نعم، قطاع المياه، قطاع التنوع البيولوجي، قطاع الصناعة، قطاع يعني ما فيش قطاع وزاري وحده يقدر يتصدى لإشكاليات التغيرات المناخية. هي عمل مشترك ما بين كل المجالات البيئية. طيب سيدتي الكريمة، ما هي التحديات أمام الدول المجتمعة أمس أما يعني في مائدة المناخ الأممي؟ مثلا نتحدث عن وضع استراتيجيات طويلة المدى في هذه الدول، وأيضا وفاء الدول المتطورة بالتزاماتها المالية تجاه الدول ذات الهشاشة المناخية كما تفضلتي. نعم، إذا الآن كما قلنا فيه دول متقدمة كانت فيها تعهدات بالتمويل المالي. للآن ما شفناش يعني كثير من هاد، ما شفناش تمويل يعني كما كنا نتوقعوه. نعم،
في 2015. فالآن يسون الدلام يعني من الأمين العام يعني للأمم المتحدة ليقول أنه علينا أن نخفض نعم. الانبعاثات الغازات الدفيئة ب 45% على ما قلنا عليه في 2015 يعني الاتفاق الأول يعني. نعم إذا كما قلت لك كل المساهمات تاع الدول راهي نلحقوا بها باش نثبتوا درجات الحرارة إلى ثلث درجات مئوية خلال 2030 نعم. فعلينا اليوم يعني الأمين العام للأمم المتحدة قال أنه لازمنا أننا نزيد من هذا الطموح ب 45% من كل يعني المساهمات الدولية باش نلحقوا أننا يعني نحافظوا على درجتين 1.5 درجة درجتين وإلا إذا كان لحقنا نلحقوا يعني درجة ونص لكل الكرة الأرضية راهي يعني مكسب ل لهذا الاتفاقية واتفاق باريس. نبقى دائما سيدة دحلب في نقطة التمويل، ما هي الآليات آليات هذا التمويل وما هي التحضيرات لضمانه من أجل بطريقة تسمح بالمساعدة بمساعدة هذه الدول النامية على التخفيف من الآثار الانبعاثات الحرارية والتكيف والمرونة مع الوضع؟ نعم إذا هو فيه صندوق أخضر يعني للمناخ و هذا الصندوق الأخضر للمناخ يعني كان اتفقت يعني على عليه الدول في مؤتمر كونكون في 2011 وهذا الصندوق يمول كل المشاريع تاع الدول المتضررة الدول اللي هي في طريق النمو والتي تعاني من الهشاشة المناخية من بينها الجزائر أكيد. فاحنا عندنا مشاريع مثلا رانا نحضروا في الوزارة تحضر في مشروع بمعية كل القطاعات طبعا باتفاق مع كل القطاعات لإنجاز المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية نعم. في خلال هذا القمة فيه 25 دولة أعلنت بأنها راح تنجز مخططات يعني تاع التكيف مع التغيرات المناخية إذا كانت حصلت على تمويلات يعني دولية من الصندوق الأخضر للمناخ. طيب سيدتي الكريمة، ما مجهودات الجزائر التي وضعت يعني أساسا للتكيف مع التغيرات المناخية من خلال المخطط الوطني للمناخ، ما هي مشاريع هذا المخطط؟ نعم إذا احنا في مباشرة بعد المصادقة على اتفاق باريس في أكتوبر من 2016 يعني بمرسوم رئاسي، مباشرة بعد ذلك يعني شرعت الوزارة يعني بإنجاز المخطط الوطني للمناخ الذي صادقت عليه إذن الحكومة الجزائرية في سبتمبر من 2019. فاحنا كوزارة بصفتنا نترأس اللجنة الوطنية للمناخ نعم. إذن اللي فيها 18 قطاع وزاري، قمنا بتعزيز قدرات هذه الوزارات باش تعمل باش يعني تقترح مشاريع في إطار هذا المخطط الوطني للمناخ نعم. يعني احنا كوننا الوزارات وعززنا قدراتها بأن لكي تدرج يعني في برامجها الخماسية وإلا في برامجها يعني مشاريع تتعلق بالتغيرات المناخية. في طيات هذا المخطط عندنا 76 نعم. مشروع متعلق يعني اقترحتها الوزارات المعنية بالخفض من هذا الانبعاثات الغازات الدفيئة. عندنا في طيات قلت لك هذا المخطط 76 مشروع متعلق بالخفض من الانبعاثات الغازات الدفيئة، وعندنا 63 مشروع متعلق
يعني مقترح من طرف الوزارات متعلق بالتكيف مع هذه التغيرات المناخية، وفيه كذلك مشاريع حول الحوكمة وتعزيز القدرات باش نعاونوا الوزارات هذه يعني تتحصل على التمويل. ما هيش كل هذه المشاريع اللي عندها تمويل. إذا الجزائر كدولة تعاني من الهشاشة المناخية عندها الحق، ما عندهاش المسؤولية التاريخية على هذه الانبعاثات، إذا عندها كل الحقوق للاستفادة من التمويل من الصندوق الأخضر للمناخ. ككلمة أخيرة سيدة دحلب في هذا الموضوع، نتحدث عن مساعيكم في توفير قوانين مرنة للتكيف مع هذه يعني سياسة الحد من الانبعاثات الحرارية. نعم، إذا حاليا عندنا توتاناكسيونال جيوريديك متعلق بالبيئة، عندنا ترسنة قانونية انجزتها وزارة البيئة بداية من سنوات التسعينات لحد الآن. فنحن الآن في إطار مشروع مع شريك شركائنا الألمان حول الحوكمة المناخية، كيف نحقق هذه الحوكمة المناخية في كل القطاعات الوزارية، وكيف ننظمها، وكيف نخلق لها مجال قانوني ومجال مؤسساتي. علينا أننا نعزز قدرات هذه القطاعات باش نحقق هذه الحوكمة، وبإشراك أيضا جمعيات المجتمع المدني في هذه السياسة. بالطبع، ما فيش شيء بدون مجتمع مدني، هذه يعني مفروغ منها. فبالتالي احنا في نقاش مع كل القطاعات الوزارية لتعزيز ترسنة القانونية البيئية بقوانين ومؤسسات يعني تسهل التسريع لمكافحة هذا يعني التغيرات المناخية. شكرا جزيلا لك سيدة فايزة دحلب، مديرة التغيرات المناخية بوزارة البيئة، على الحضور الكريم وعلى هذه الإيضاحات الكريمة. شكرا. مشاهدينا الكرام، ندعوكم الآن إلى زيارة الشرق الجزائري واستكشاف بحيرة الملاح هناك، ودليلنا دائما هو زميلة ندر مدلية. من أروع ما أبدعت الطبيعة في رسمه، تتربع على مساحة 860 هكتاراً بحيرة الملاح، واحدة من أهم المناطق الرطبة بالحظيرة الوطنية للقالة. تعتبر مخزون التنوع البيولوجي الحيواني النباتي، وأيضا بحيرة الملاح هذا المختبر على هواء الطلق. بحيرة الملاح فعل جميل، تتربع على مساحة 860 هكتار بعمق أقصى 6 مترات وعمق متوسط 2.5. لديها أيضاً مصب لقناة البحر على مسافة 900 متر. فيما يخص بحيرة الملاح، تعتبر هذا موقع مندمج وأيضا موقع رمسار، ستانسيون سيت رمسار إيزون زون انتجرال. رمسار في موقع مصنف منذ 2004. بحيرة الملاح نظام بيئي يتصل مع حوض البحر المتوسط عبر قناة ضيقة، ما يعزز ثروتها الحيوانية والمائية. لديها مياه نوعا ما مالحة، ليخفى على الجميع أنها تتميز بثروة سمكية وحيوانية، خاصة الطيور جد هامة. فيما يخص بحيرة الملاح، فيما يخص الثروة السمكية، لدينا عدة أنواع من البوري، نخص بالذكر نوع البوري القافز لميلي سوتر، وأيضا لدينا أيضا دأب البحر المعروف القاروس لولو، أيضا لدينا القجوج لدوراد رويال، وأيضا سمك موسى عليه السلام لاسول. فيما يخص القشريات، لدينا لاماتساغون. فيما يخص ايضا الاصداف معروف الاكتيفيتي كونشينيكول، لدينا لاكوك ولا بالورد، هذه اصناف طبيعيه. هي بحيره الملاح بتقاسيم تسحر العيان بروعتها، فهي مزج بين نظام بحيري وبحري، جعل منها تحفه فريده بين الحدائق المائية بالحظيرة.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. حققت ولاية البويرة إنتاجا وفيرا في إنتاج الزيتون وزيت الزيتون خلال الموسم 2019-2020، فيما انطلق هذه الأيام الموسم الجديد للجني وسط توقعات الفلاحين بانخفاض الكمية نظرا للجفاف والحرائق التي أتلفت مساحات من الأشجار. إثراء للنقاش أستقبل ضيف الصباح بعد الفاصل. أرحب وإياكم مشاهدينا الكرام بالسيد البعلي محمد مدير المصالح الفلاحية بولاية البويرة. سيد البعلي صباح الخير، شكرا لك على تلبية الدعوة. صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين تاع التلفزة الوطنية. أهلا بك سيد بعلي، حدثنا عن النتائج المحققة خلال الموسم 2019-2020، ما هي الأسباب وراء الوفرة المحققة وماذا تتوقعون في الموسم القادم؟ في الحقيقة أن شعبة الزيتون في ولاية البويرة هي شعبة رائدة لأنها تكون حوالي 85 من المساحة المخصصة للأشجار المثمرة وكذلك 20% من المساحة الإجمالية للولاية، بما أنها شعبة عندها طابع استراتيجي في ولاية البويرة بالمساحة التي توفر عليها هذه الشعبة في البويرة التي تفوق حوالي 37 ألف هكتار من الأشجار الزيتون، منها 27 ألف هكتار منتجة يعني تنتج المنتوج. هذه المساحة المعتبرة بالنسبة للمساحة الزراعية لولاية البويرة هي ناتجة عن عدة برامج قامت بها وزارة الفلاحة لتطوير هذه الشعبة في المنطقة، خاصة برامج التي تخص أولا دعم الفلاحين في إطار صناديق الدعم، دعم الفلاحين الصغار في المناطق الريفية عن طريق صناديق موجهة للتنمية الريفية، كذلك برامج الحزام الغراسات تاع من نوع الزيتون في المنطقة الجنوبية للولاية، يعني حزام تاع الهباء تاع المناطق الجنوبية، وين حققنا عدة برامج في هذا الإطار. كذلك الدعم المتواصل والمرافقة المتواصلة للفلاحين، بما أن هذه الزراعة عندها تقاليد في ولاية البويرة، عندنا عدة معاصر، كمية كبيرة من المعاصر تفوق حوالي 228 معصرة، مساحات شاسعة. يعني احنا سنفصل اكثر سيد بوعلي في كل ما تميز به انتاج الزيتون في البويرة بعد متابعة هذا الروبورتاج للزميلة نسيمة يعقوبي حول انتاج زيت الزيتون بمنطقة البويرة. نحن هنا بمنطقة مجدالة بولاية البويرة من المناطق الرائدة في إنتاج الزيت وزيت الزيتون، بها نماذج استطاعت اقتحام الأسواق العالمية كهذه المستثمرة التي عرفت تصدير أكثر من 12 ألف لتر من زيت الزيتون. المارشي إكزيستون دركا سيتي بيان لوروب أون فرانس وعندنا دي بروبوزيسيون لا ديرنيير فوا أون بلجيك دي بتيت كونتيتي وعندنا ميم أون أنجلتير. وان شاء الله ممكن حاضر عندي في كما نقولوا في لي ديمارش بورا مارشي او ماليزي سي سوسيتي الله يبارك، ممكن نروحوا معها بعيد بالكونتيتي هائله. ولتطوير هذه الشعبة برنامج خاص لتحسين نوعية المنتوج من عملية الإنتاج وإلى غاية التحويل. نرافق الفلاحين في كيفية إنتاج الزيتون في الحقل، هناك طرق حديثة للجني الأوتوماتيكي، عملية تحويل هذا المنتوج إلى المعصرة، وكذلك عملية العصر في حد ذاتها وين تكون عندنا الزيت بكر ذات جودة عالية. هذا ويرفع بعض الفلاحين انشغالاتهم للجهات المعنية. للآن ما عندناش حتى كما نقولوا مساعدة من البنوك، ماذا بك لا فيت تكون عندها الكريديت كومباني، واحد لا يبغى يشري زيتون ولا يشري جنان، ماذا بيك البنوك تروح معك باش كيما نقولوا تخدم النوعيه والفوليوم. زيتون كوم فو سافي سي بي انويل، ستادير يجيب عام بعام، عام اللي فات جاب خير كبير، دونك سنا اوتوماتيكمون ينقص، مي الضربه الكبيره كاع الجفاف. أكثر من 461 ألف قنطار هي كمية الإنتاج من الزيتون العام الماضي بولاية البويرة موزعة على مساحة 27 ألف هكتار.
أعود إليك سيد أبو علي بعد متابعة هذا الروبورتاج حول جني الزيتون بولاية البويرة. نستكمل الحديث حول أسباب الوفرة والتوقعات بالنسبة للموسم القادم. فيما يخص أسباب الوفرة في المنطقة منطقة ولاية البويرة، أن العام اللي فات كان عندنا إنتاج قياسي، نعم، حوالي أكثر من 9 ملايين لتر، لأن العام كانت الظروف المناخية ساعدت الفلاحين، حتى أن بعض المرافقات تاع الهيئات تاع وزارة الفلاحة أننا دايرين برنامج أننا نرافقوا الفلاحين، أولا في الاستثمار، ثانيا في طريقة الجني، ثالثا في طريقة العصر، وكذلك عندنا جهود مبذولة مع مصالح التجارة أننا أن نسوق هذا المنتوج، يكون التسويق تاعه في أحسن ظروف، نعم، ويقدم للمستهلك الجزائري. وماذا بينا احنا تكون هناك بعض الاعتبارات فيما يخص الاستهلاك تاع زيت الزيتون. ماذا بينا أن المستهلك الجزائري يتعود على هذه المادة بما أنها متوفرة بكثرة في بلادنا، وذات جودة ربما صحية أيضا سيد بوعلي، صحية وذات جودة ربما يشهد لها بالجودة، لأننا كانت بعض المبادرات العام الماضي أننا صدرنا المنتوج تاعنا إلى مختلف مناطق العالم، كأوروبا كماليزيا، كما كان يشهد الأخ الفلاح اللي كانت عنده زيت تعتبر من أجود زيوت العالم. كذلك عندنا بعض الفلاحين اللي شاركوا في بعض المعارض الدولية وينتحصلنا على المراتب الأولى فيما يخص الجودة وفيما يخص المنتوج. احنا ماذا بينا أول الهدف تاعنا الآن، بما أن عندنا مساحات كبيرة وذو نتوفر على إنتاج وفير وذو جودة عالية، أن أولا البرنامج يكون مخصص، أولا رانا دايرين برنامج فيما يخص، هو برنامج ممول من طرف الاتحاد الأوروبي، هو برنامج البازا، يخص منطقة بويرة بجاية وتيزي وزو، منطقة هذا البرنامج مخصص خاصة لتطوير المهارات فيما يخص الإنتاج وفيما يخص التحويل. يعني التحويل احنا بصدد بدينا في هذا البرنامج في 2019، رانا نكونوا في المكونين اللي رايحين من بعد نديروا تكوين شامل على كل الفلاحين اللي ينجوا الزيتون، وين يكون عندنا منتوج صحي، منتوج ذو جودة من الجني او من طريقة الغراسة. نبدأ بالشتائل قبل، لان المرافقة الصحية للشتائل تبدأ في عند المشاتل، وين نعرفوا بعض الاصناف المختصة بها المنطقة تاعنا، بعض الاصناف كصنف شملال او صنف لاسيغواز، يعني هذو الاصناف هو اصناف نبيلة وذات جودة تقدر تعطينا منتوج تاع زيت جودة عالية. يعني المرافقة الصحية تبدأ بالمشتلة، ثم مرافقة الفلاحين في الاستثمار، خاصة كما كان يهدر الأخ الفلاح أن عندنا نوعين من التمويل المالي عن طريق بنك الفلاح والتنمية، فيه هو البنك فيما يخص التمويل، عندنا قرض الرفيق، نعم، اللي هو مخصص، هو قرض موسمي مخصص لتمويل الفلاحين في عملية الإنتاج. كذلك عندنا قرض التحدي اللي هو قرض استثماري، الناس اللي تحب تستثمر في توسيع المساحات أو خلق بعض أو إنشاء بعض الوحدات تحويل الزيتون. يعني أن مؤخرا كانت هناك اتفاقية مع مؤسسة بدر، يعني بنك بدر، وين رايحين نسرعوا في عملية تمويل هذه الاستثمارات، سواء قرض الرفيق أو قرض التحدي. بالنسبة للموسم الحالي الذي انطلق منذ أيام، يعني كيف هي الظروف وما هي التحديات أمامكم؟ احنا التحديات اللي امامنا الان، بما ان هذه الشعبة تاع الزيتون هي شعبة كما كان يقولوا الاخوه الفلاحين جيعان بعام، ولكن هناك بعض النظرات النظريه العلميه ان لما نكون نوفروا الظروف، خاصه لان زراعه الزيتون عندنا خاصه هذه المساحات مساحات شاسعه جدا لا يمكن ان تكون مسقيه كلها، ولكن احنا في الاستثمارات الجديده نركز على الاستثمار في غرس أشجار بصفة ديمارير أنتنسيف، وكذلك استعمال كل الموارد المائية لاستعمال وسائل الري المقتصدة للمياه بالجوتا جوت، يعني المقتصدة للمياه. لماذا؟ باش ما نكونش عندنا
نقولوا هذيك النظرة تاع عام بعام، لأن الظروف المناخية ربما عام تجي فيه الشتاء، عام ما يجيش فيه الشتاء، عام تكون تذبذبات سقوطات المطرية، وهذا ينعكس سلبا على أولا الإنتاج، وثانيا نوعية المنتوج الذي يقدم إلى المعصر. احنا ماذا بنا لما نرافق الفلاحين في الاستثمارات تاعهم أننا نديروا شتائل صحية ذو جودة، نديروا استثمارات في الحقل اون انتنسيف باستعمال مسقية، باستعمال وسائل السقي الحديثة، كذلك أن ننصح الفلاحين ونديروا إرشادات للفلاحين أنهم يستعملوا كل وسائل الإنتاج كتسميد المنتوج، تسميد الحقول ولاطا، يعني تقليم الأشجار، وكذلك طريقة الجني، لأن بعض الطرق تاع الجني التقليدية ربما تخلي آثار سلبية للموسم المقبل، كذلك طريقة تحويل هذا المنتوج إلى المعاصر، طريقة تحويل هذا المنتوج إلى المعاصر. نستكمل معك النقاش سيد بوعلي بعد موجز الأخبار مع الزملاء من هناك وآخر المستجدات. صباحكم سعيد مجددا، موجز التاسعة، أهلا بكم. بداية، طمأن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الشعب الجزائري على تحسن وضعه الصحي خلال كلمته في حسابه عبر تويتر، جاء فيها: الحمد لله على العافية بعد الابتلاء، شفى الله المصابين ورحم المتوفين وواسى ذويهم، موعدنا قريب على أرض الوطن لنواصل بناء الجزائر الجديدة. جزائر دوما واقفة بشعبها العظيم وجيشها الباسل، سليل جيش التحرير الوطني ومؤسسات الدولة. السيد الرئيس وفي كلمته أيضا طلب من اللجنة المكلفة بالانتخابات تحرير قانون الانتخابات ليكون جاهزا في غضون 15 يوما تحضيرا للمرحلة القادمة. كما وجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تعليمات لوزير الداخلية والولاة للتكفل بالسكان خاصة بمناطق الظل. هذا وأعرب رئيس تونس قيس سعيد في حسابه الشخصي على فيسبوك عن ارتياحه لتعافي رئيس الجمهورية وتماثله للشفاء قائلا: الحمد لله على سلامتي الأخ رئيس الجمهورية الجزائرية الشقيقة عبد المجيد تبون وتعافيه من المرض، نسأل الله عز وجل أن يمتعكم وكافة الشعب الجزائري الشقيق بالصحة والعافية ويحميكم من كل شر وسوء. تعقد اللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية دورتها 55 ابتداء من اليوم بمدينة فيينا بالنمسا، والتي تدوم 4 أيام، وهذا برئاسة السفيرة فوزية مباركي الممثلة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا، وفق ما أفاده بيان لوزارة الشؤون الخارجية. وذكرت الوزارة بأن وزير شؤون الخارجية صبري بقدوم يترأس رفقة نظيره الألماني هايكو ماس المؤتمر الدولي 11 لتسهيل دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ 2019-2021. على إثر غرق السفينة لصيد الأسماك فجر أمس بخليج الصبلات بالعاصمة، وكان على متنها عدد من البحارة، حيث تم إنقاذ 6 منهم وتحويلهم إلى المستشفى للتكفل بهم، فيما لا تزال لحد الساعة عمليات البحث عن 3 بحارة آخرين متواصلة من قبل فرق الحماية المدنية وحراس السواحل. ينظم اليوم الهلال الأحمر الجزائري انطلاقا من قصر المعارض الصنوبر البحري سافاكس بالعاصمة قافلة مساعدات وطنية لفائدة قاطني المناطق النائية والحدودية، تشمل معدات طبية خاصة بالوقاية من فيروس كوفيد-19، منها الأقنعة الواقية ومحاليل التعقيم، إلى جانب مواد غذائية، حيث سيتم توزيعها حسب احتياجات المواطنين.
وعن تطورات الوضعية الوبائية في بلادنا، سجلت أمس 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 92,102 مؤكدة، في حين تمثل للشفاء 60,457 منهم أو من بينهم 429 تمثلوا أمس للشفاء. كما سجلت أمس 12 حالة وفاة ليصل العدد الإجمالي إلى 2596 رحمهم الله. في العالم، تبدأ اليوم الولايات المتحدة الأمريكية في حملة تطعيم ما لا يقل عن 3 ملايين شخص بواسطة لقاح فايزر بيونتيك، وذلك قبل نهاية العام الحالي، في الوقت الذي شارفت فيه حصيلة الوفيات على بلوغ 300,000 حالة. يحدث هذا فيما ارتفعت الحصيلة على الصعيد العالمي إلى أزيد من 1,650,000 حالة وفاة. بموازاة ذلك، قررت ألمانيا حجرا جزئيا على مواطنيها ابتداء من هذا الأربعاء وإلى غاية 10 من شهر جونفي المقبل. في النيجر، لقي 27 شخصا مصرعهم في هجوم وصف بالوحشي استهدف قرية تومور بناحية ديفا جنوب شرق البلاد. الهجوم نسبته السلطات إلى جماعة بوكو حرام التي تنشط بالمنطقة. في الولايات المتحدة الأمريكية، يعقد اليوم المجمع الانتخابي عبر المجالس المحلية في الولايات جلساته لانتخاب رئيس للبلاد، حيث يعتقد أن أصوات الناخبين الكبار ستذهب بداهة لصالح الفائز في انتخابات الرئاسة جو بايدن. يشار أن المحكمة العليا رفضت قبل أيام قليلة طلبا لحملة الرئيس ترامب تلتمس فيها تفويضا من المشرعين المحليين لاختيار أعضاء المجمع، كما رفضت طلبا آخر بإلغاء فوز بايدن في 4 ولايات متأرجحة. بهذا الخبر الدولي أنهي معكم هذا الموعد الإخباري، ألقاكم في 10 في أمان الله. بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى الساعة الثانية من برنامج هذا الصباح، ونعود لاستكمال النقاش الذي بدأناه قبل موجز الأخبار حول زراعة الزيتون في ولاية البويرة التي حققت فائضا في الإنتاج هذا العام وجوائز للجودة والنوعية. استكمل النقاش مع السيد البعلي محمد مدير المصالح الفلاحية بولاية البويرة الحاضر معنا في الاستوديو. سيد البعلي، لماذا تتوقعون انخفاضا في الانتاج خلال الموسم القادم؟ في خلال الموسم هذا او الموسم 2020-2021 نتوقع ربما انخفاض نسبي للمنتوج، وذلك لبعض الظروف المناخيه اللي مرت بها المنطقه، خاصه شح الامطار في الشهور القليله الماضيه، خاصه في شهر اكتوبر وسبتمبر، لان ما نش متعودين ان تطول الامطار حتى شهر ديسمبر تبدا تتساقط يعني، وهذا كان اثر تاثير سلبي على نوعيه المنتوج حتى المنتوج في حد ذاته، لان شجر الزيتون ككائن حي ربما تاثر بالعوامل المناخيه اللي صابت المنطقه في هذا، وكذلك تاخر تساقط الامطار في هذه المنطقه، لان كما نعرفوا منذ 8 أشهر أو 9 أشهر ما تساقطت الامطار. وإحنا بما أن المساحات تاعنا تاع الزيتون هي مساحات بصفة عامة، هي مساحات ماهيش مسقية، ربما عندنا مساحة مسقية قليلة حوالي 5,000 هكتار من بين 37,000 هكتار، ولكن هذه المساحات الكبيرة اللي ماهيش مسقية هي تعتمد بصفة أساسية على التساقطات المطرية. هذا أولا.
ثانيا هناك بعض احنا هذا هذه طريقه العمل تاعنا اننا بصدد وضع برامج لتفادي هذه التخللات لعده سنوات فيما يخص الانتاج، اننا نكون الفلاحين في كل ما يخص وسائل استعمال وسائل الانتاج من سقي ومن من من تلقيم الاشجار وكذلك من استعمال الأسمدة لتغذية هذه الأشجار. وكل هذه الوسائل عندنا عدة برامج يضم لقاءات إرشادات فلاحية للفلاحين المنتجين للزيتون، وين نعلموهم أو نستعمل كل وسائل بيداغوجية لتكوين هذه الفلاحين لتفادي هذه الالتردونس بين عام وعام. نعم. بما أن الشعب تتكل كثيرا على التساقطات المطرية أيضا الحرائق. كذلك هناك بعض المساحات التي تم إحراقها في الآونة الأخيرة، خاصة في الصيف الأخيرة، هي مساحات ماهيش معتبرة بالنسبة لأشجار الزيتون، ولكن هناك مساحات بعض الفلاحين التي تضرروا بفعل هذه الحرائق. احنا كنا باشرنا عن طريق إنشاء لجنة ولائية متكونة من جميع القطاعات، وين حسينا كل المتضررين من هذه الحرائق، وكان هناك تعويض للفلاحين. نعم. عن طريق مديرية الغابات لتعويض الفلاحين، جابوا لهم شتلات جديدة، ورانا في عملية الغرس إن شاء الله لتعويض كل المساحات المحروقة. نعم. ومن أجل تحسين الجودة والنوعية، ما هي الأهداف التي وضعتها وزارة الفلاحة، يعني الأهداف المسطرة؟ في الحقيقة هذا هو الموضوع الأساسي لتطوير هذه الشعبة، لأن وصلنا لمرحلة أننا لازم نقدمه منتوج ذو جودة وذو نوعية للمواطن أول الجزائري، للمستهلك الجزائري. ماذا بينا تكون هناك عدة قطاعات تشاركنا في هذه العملية، لأن قضية التسويق والاستهلاك ماذا بينا قطاعات كقطاع التجارة أو بعض القطاعات الأخرى، حتى أن احنا نفكر في إنشاء بعد إصدار المرسوم الخاص بإنشاء التعاونيات وتسهيل الأمور في هذه الامور التنظيميه لانشاء تعاونيات. انا نستناو برك يجونا التعليمات الخاصه بالمرسوم، وندنا عده لقاءات مع الفلاحين، ان لازم هذه الشعبه ننظموها، لازم حان الاوان اننا ننظموا الشعبه على شكل تعاونيات، وهذه التعاونيات ربما راح تسهل الامور في انتاج الزيتون. تكتل الفلاحين على شكل تعاونيات راح يسهل لهم بعض الامور فيما يخص تمويل، فيما يخص استعمال المواد المستعمله في الشعبه كتوزيع الاسمده او انتاج تحويل المنتوج او تسويق المنتوج، لان التسويق لما يكون على شكل منظم على شكل تعاونيات، يعني ان الفلاح راح يهتم خاصة بالإنتاج برك، ما يهتمش بالتسويق. نعم. يعني ماذا بينا تكون هناك فروع أخرى تهتم بعملية التسويق، فروع أخرى تهتم بعملية التحويل، وكذلك ماذا بينا أن هذول الفلاحين، إحنا بما أن عندنا عدد كبير من 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 المعاصر في ولاية البويرة، حوالي 228 معصرة، فيهم حوالي 106 معصرة عصرية، مع احنا ماذا بينا ان كل هذه المعاصر نستغلوها انها تقدم لنا زيت ذو جودة موجه اولا للمستهلك الجزائري. نعم. وثانيا موجه للتصدير، وباه نصدروا المنتوج تاعنا لازم لنا شيء من التنظيم. نعم. شيء من 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 وسائل الانتاج تكون عصريه، اننا نحصلوا على زيت بكر ذو جوده، وين كما يقولوا نبلاصوا البرودوي تاعنا في السوق الدولي. هذا هو البرنامج اللي رانا مسطرينه في خارطه الطريق المسطره من طرف وزاره الفلاحه من حوالي من 2020 حتى 2024، اننا نفوتوا المرحله تاع التسويق، ومرحله تاع الجوده، ومرحله تاع التصدير. سيد بوعلي، المواطن الجزائري من حقه ايضا الحصول على منتوج ذو نوعيه جيده بالنسبه لزيت الزيتون، لكن التصدير يعني مهم، حتى مع وجود محاولات او تجارب سابقه للتصدير، لكن لابد من تطوير التصدير للخارج، يعني حتى اذا قارنا انفسنا مع دول الجوار مثلا. ما هي الاشكاليات المطروحه امام انتعاش التصدير في هذه الماده؟ فيما يخص تصدير هذا المنتوج، أولا لازم نعمل على إنتاج منتوج ذو مواصفات
وين نقدروا نصدروه للخارج. المواصفات هذه اولا تخص اولا عمليه الجني، عمليه التحويل، حتى عمليه الامبلاج عندما التعليب تاع الماده، لان بعض الفلاحين اللي صدروا المنتوج تاعهم للخارج صابوا تلقاو عده عراقيل فيما يخص توفير الزجاجة المخصصة للتصدير، لأن الزجاجة تكون عندها مواصفات معينة. احنا ماذا بنا أن المستهلك الجزائري يستهلك زيت الزيتون في ظروف تعليب تكون مقبولة، في وسائل تعليب تكون مقبولة، حتى أننا نعمل على انخفاض السعر، لأن السعر ربما احنا عندنا بعض الثقافة أننا زيت زيتون نستعمله غير في فترات، يعني كدواء ولا كعقار لما الإنسان يصاب بزكام أو شيء من هذا القبيل. ولكن احنا ماذا بنا أن هذا الاستهلاك يكون استهلاك يومي للمواطن الجزائري، لأنه زيت صحي، لأنه زيت فيه نوع غذائي عالي، يعني فيه الليبيد. نستكمل النقاش سيد بوعلي لنتابع مشاهدينا الكرام هذه الصور المباشرة من الصبلات، حيث تستكمل فرق الغوص والإنقاذ عملية البحث عن الصيادين المفقودين. نذكر أن الحادث وقع أمس بعد انقلاب قارب هؤلاء الصيادين، عددهم تسعة أشخاص كانوا على متن هذا القارب، وتواصل وكانت الفرق الغوص والإنقاذ مصحوبة بأعوان الحماية المدنية قد باشرت أمس عملية البحث عن هؤلاء المفقودين، والعمل ما زال مستمرا إلى غاية هذه اللحظة. نعود مشاهدينا الكرام لاستكمال النقاش مع السيد بوعلي محمد مدير المصالح الفلاحية لولاية البويرة، وكنا قد توقفنا عند الإشكاليات المطروحة أمام التصدير. نتحدث الآن أيضا سيد بوعلي عن سعر زيت الزيتون الجزائري الذي يعتبر غالي نسبيا مقارنة مع دول الجوار مثلا. فيما يخص السعر المتداول تاع المنتوج تاع زيت الزيتون، احنا بصدد اعداد برنامج اننا نرفع من المردود. لما يكون المردود مرتفع بصفه عامه اوتوماتيكمون، يعني بصفه اليه، ان السعر ينخفض، لان لما يكون المردود عالي السعر ينخفض. كذلك نعمل على توفير هذا المنتوج في ظروف حسنه، معناتها مام اللومبالاج، يعني التعليب يكون في متناول الفلاحين، يكون في متناول لاصحاب معاصر الزيتون. لما يكون في متناول باسعار معقوله كذلك، هو راح يقدم المنتوج ينعكس على السعر الاستهلاك للمواطن الجزائري. نعم. ايضا بالنسبه لثقافه استهلاك زيت الزيتون مقارنه بزيت المائده، يعني لابد ايضا من التفكير جديا.
في الحقيقة هذا عمل يكون مش عمل برك تاع وزارة الفلاحة، ولكن العمل يكون مشترك بمختلف القطاعات، وخاصة عمل لازم نشاركوا فيه المجتمع المدني، الجمعيات، انها دير ايام تحسيسيه، ايام تنظم من اجل ايام التوعيه، من اجل التوعيه تاع المواطن الجزائري انه يستهلك صحيا. نعم. بما ان المنتوج متوفر ومنتوج ذو جوده، ماذا صدر احنا ماذا بنا ان المواطن الجزائري يستهلك هذا المنتوج تاع بلاده. نعم. يستهلك هذا المنتوج تاع بلاده كبديل للمنتوج تاع الزيت كما نقولوا زيت الماء. نعم. زيت المائده. نعم. ويعني بالحديث عن 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 زيت الزيتون البكر، معنا على الهاتف السيد عادل عكوش مسير معصرة زيت زيتون من ولاية البويرة بمنطقة مشدالة، والفائز بالميدالية الذهبية لأحسن زيت زيتون بكر. سيد عكوش صباح الخير. صباح النور لكل المشاهدين ولضيفك الكريم مدير المصالح الفلاحية لولاية البويرة السيد بوعلي محمد. سيد عكوش مبارك لك الفوز بهذه الجائزة، حدثنا عن هذه المسابقة وما هو سر نجاحك فيها. نعم، تحصلنا على الميدالية الذهبية للمرة الثانية لأحسن زيت زيتون بكر ممتاز على المستوى الوطني في المسابقة الوطنية جعفر علوم في قطعتها الثانية التي نظمها المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الزيتون مع المعهد الوطني للأشجار المثمرة لطف تحت الرعاية السامية لوزير الفلاحة والتنمية الريفية. يعني للذكر فقط بأن المعهد هذا الوطني للأشجار المثمرة يعني مكون من مخبر ولجنة تذوق معتمدين. نعم. من طرف المجلس الدولي للزيتون في إسبانيا طبقا لدستر شروط دقيق جدا يعني. نعم. اما على سير النجاح يعني ولا غير نقدر يعني نلخصها في ثلاث نقاط، يعني الاولى يعني هي الصح هي حب المهنه. اذا ما حبيناش المهنه لاننا يعني نتلاقاو مع عراقيل على الميدان في الميدان، اذا ما حبيتش المهنه ما تحكمش فيها، ما تقدرش تدوم. يعني النقطه الثانيه هي الخبره والتكوين. يعني الحمد لله انا درت الخبره جبتها من يعني البلدان يعني الرائدين في زيت الزيتون كما ايطاليا واسبانيا. نعم. والمستوى العلمي ثاني يعني بكل صراحه، لان المستوى العلمي هو الاساس، يعني هو الجدار الخفي في النجاح. طيب سيد عادل عكوش، امام المستهلك الجزائري انواع كثيره من زيت الزيتون، ما هو السر في الحصول على زيت زيتون بكر ذي نوعيه ممتازه؟ يعني والله غير الحاجه الاولى هي الممارسات، يعني الممارسات المعمول بها عالميا، يعني ما هي ممارسات نطبقوها فوق الميدان ونحصلوا على الزيت البكر الممتاز. اولتها من الجني، يعني لازم نجنيو الزيتون تاعنا في ظروف ملائمه، يعني نحافظوا عليه وفي الوقت المناسب وفي اسرع وقت نديه المعصره. نعم. وبعد كي نروحوا المعصره لازم يعني درك خلاص المعاصر هي هناك تكنولوجيا حديثه. المعاصر التقليديه لازم تروح المتحف، يعني بقولها بكل مسؤوليه. هناك يعني نقاط نديروها يعني عمليات يعني جد دقيقه في المعصره من 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 الغسل الى 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 الكسر الى الى واسمه التصفيه، يعني المياه تسخين الماء، يعني فيه اشياء يعني جد دقيقه نديروها في المعصره. من بعد نروحوا للتخزين، يعني التخزين والتعليب، يعني التخزين لازم نقولها بكل صراحه لازم الزيت تاعنا يكون في الكلينوكس في المعادن الغير قابله للاكسده والزجاجه، يعني هذا هو الصحه في الانتاج. نعم. سيد عادل عكوش، نتمنى لك ان تفكر جديا في التصدير ما دامك حصلت على الجائزه الثانيه بالنسبه لهذه المسابقه، وشكرا جزيلا لك على قبولك المشاركه معنا في برنامج هذا الصباح. شكرا لك اختي. شكرا. اعود اليك سيد بوعلي محمد، في كلمه ختاميه، يعني ما هي نظرتك الاستشرافيه لانتعاش هذه الشعبه؟ احنا فيما يخص نظرتنا الاستشرافيه في لانتعاش هذه الشعبه او لتطوير هذه الشعبه، كنا درنا تقييم في برنامج بازا مع مختصين دوليين جاوا عندنا، درنا التقييم الشامل. اولا عندنا نقص في ربما نقص احنا فيما يخص الفلاح راح ينتج منتوج، يعني شجره الزيتون تجيب منتوج جيد، يعني النقص اللي لاحظناه هو في عمليه الجني تاع
الطريقة التقليدية تاع الجن وعملية تخزين المنتوج وكذلك عملية الجن في الوقت الوقت الفاصل بين الجن والتحويل، يعني ان والظروف تاع نقل هذا المنتوج. نعم. احنا نعمل على هذا الشيء لان هنا عندنا معاصر عصريه الله يبارك، عندنا حوالي 106 معصره عصريه. يعني فيما يخص المعاصر وضمان الجوده عند المعصره راهي مضمونه. يعني يبقى لنا برك العمل نركز الجهود تاعنا خاصه عن طريق التكوين فيما يخص عملية الجني في حد ذاتها، عملية تخزين المنتوج وعملية نقل المنتوج نتمنى لكم التوفيق في هذه المهام. شكرا جزيلا لك سيد البوعلي محمد مدير المصالح الفلاحية لولاية البويرة على الحضور الكريم وعلى هذه الاستفاضة القيمة. شكرا لكم على الدعوة. العفو، هذا واجبنا. مشاهدينا الكرام إلى فصل قصير، نتواصل بعده. أيها المواطنين، هذا الأمر خطير جدا في الجزائر، ولذا لابد باش ناخذوا كل الاحتياطات والنصائح اللي عطاوهنا وزارة الصحة أو المنظمة العالمية للصحة. أولا الوقاية، لأن بعض الشريحة من المجتمع لا مازال ما يمنوش بلي هذا الوباء موجود والفيروس موجود، لهذا وجه نصيحة من ذهب ورسالة إلى هذا المواطنين باش يتجنبوا هذا الوباء من طرف التوعية، ألا وهي الكمامة الضرورية في أسواق ولا في أي مكان. ثانيا احترام المسافة المدعو عنها من طرف المنظمة العالمية للصحة، ألا وهي متر ونص ولا زوج مترات. غسل اليدين وكذلك سيلفو استعملوا لا سوليسيون هيدروالكوليك برا، لان هذا الفيروس خطير. عندنا دي كا بوزيتيف اللي كل نهار يزيدوا، ولذا نطلب الحيطه والحذر لهذا المواطنين والانضباط الكل حتى نخرج من هذا الوباء وتعود المياه الى مجاريها الطبيعيه. وشكرا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. يتسبب التدخين في أضرار وخيمة على صحة الإنسان، حياته وبيئته، كما أنه يضر بصحة من حوله ويؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة جدا. أستقبل وإياكم ضيف الصحة بعد الفاصل. أرحب وإياكم مشاهدينا بالبروفيسور عبد الباسط كتفي المختص في الأمراض الصدرية. بروفيسور صباح الخير، شكرا لك على تلبية دعوة المشاركة معنا. شكرا، صباح الخير لكم ولكل المشاهدين وشكرا على الاستضافة. سيد أو بروفيسور كتفي، ما هي الأمراض التي تندرج تحت خانة الأمراض الصدرية يعني؟ أو هذا التخصص تحت بند هذا التخصص؟ تحت بند هذا التخصص هناك أمراض متعددة تخص الصدر والقصبات الهوائية، منها ما يخص البومون يعني الرئتين، أمراض متعددة ومختلفة، منها اللي نقدروا نشرحوها ومنها اللي هي خاصة جدا وربما يصعب باش يجوز الميساج تاعها. لكن الأمراض اللي معروفة عموما واللي نلقاوها يوميا هي مثلا ناخذوا مثلا بور لي بومون نلقاو إيسونسيلمون ليزانفيكسيون، يعني الناس اللي يديروا ديزانفيكسيون مثلا نقولوا ميكروبات يقيسوا لي بومون ويسبوا في ديزانفيكسيون دي بنموني ولا دي بلوريزي ولا دي زيبونجمون. وكاين دي أمراض مثلا لو كونسير اللي هو آفة خطيرة جدا وتسبب ان بروبليم دو سونتي بوبليك، يعني واسعة الانتشار وعندها تشكل خطر كبير على المجتمع وحتى على الصحة العمومية وعلى لو بيجي دو سونتي. وكاين أمراض اللي تمس القصبات الهوائية اللي هي منتشرة واسعة الانتشار، اللي هي خاصة مثلا لاسم برونشيك أو الربو
أو الربو والانسداد الشعيرات الهوائية مثل لا بي بي سي او لا برونكو بنموباتي كرونيك اوبستركتيف. هذه الأمراض يعني على العموم ولكن أمراض كثيرة تخص الجهاز التنفسي. ما هي الأسباب يعني الأسباب وراء الإصابة بهذه الأمراض؟ أهم الأسباب هناك بصفة عامة هناك دابور بريديسبوزيسيون كاين بعض الناس الاستعداد القابلية الناس اللي عندهم مثلا نقولوا حساسية مبالغة لبعض لي زيرو كونتامينون ولا لي تروك لي فراغمون ولا لي زيليمون بيولوجيك في لا ناتور اللي يقدروا ينشوا حساسيه. هناك الناس اللي عندهم امراض اخرى اللي عندهم ضعف في جهاز المناعه، وهناك امراض اللي هي عندها علاقه مع المحيط تاع الانسان، مع المحيط تاع الانسان عموما التلوث البيئي عنده دور كبير باش يسبب في امراض. وهناك امور خاصه بالاشخاص معينين اللي هما يتناولوها او يضروا غيرهم في المحيط نتاعهم، مثلا التدخين. نعم. اللي هو يتسبب مباشره في امراض كثيره وخطيره للمدخن وكثير بكثير من الاحيان للناس اللي في المحيط نتاع المدخن. ناخذوا بصفه يعني كمثال ناخذ مثلا المدخن، مثلا لا فام اونسانت مع زوج يكون مدخن، ياثر على لا فام اونسانت، ياثر على الفيتوس وعلى لا كرواسونس تاع الفيتوس عند لا فام عند لا فام اونسانت، ويعطي ربما حتى في بعض الاحيان يمد مام ان اكوشمون بريماتوري، ويمد في بعد الـ بعد الـ بعد الـ بعد الانجاب يقدر يكون سبب باش الطفل هذا يكون عنده مالادي كرونيك مثل الربو او اللازم. هذا بالنسبه كمثال لانه مهم ان نقولوا بلي المدخن يضر نفسه ويضر غيره ايضا. نعم. ويضر غيره، ولما يضر نفسه بالطبع يمد تؤدي التدخين في ذاته يؤدي الى امراض كثيره خاصه بالمدخن. نعم. نفسه. أيضا التدخين السلبي مؤثر كما ذكرت بروفيسور على صحة من حول هذا المدخن، هي آفة اجتماعية خطيرة يعني لا تظهر قد لا تظهر آثارها بشكل فوري ولكن تنعكس لاحقا على صحة المدخن. كيف يجب علينا محاربة هذه الآفة بشكل فعال؟ هو حاليا بون في البدايه تاع التدخين كانت التدخين ماهوش معروف يعني الاخطار نتاعو في 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 العقود الماضيه، ولكن حاليا الامر اصبح واضح. استسمحك بروفيسور كتفي لاربط الاتصال مع زميل عبد القادر بن غنو المتواجد بشاطئ الصابليت على خلفيه استمرار مساعي فرق الانقاذ والغوص للبحث عن الصيادين الغرقى بعد انقلاب زورقهم أمس. عبد القادر صباح الخير. صباح الخير. نعم. زميلتي عفاف، ضعنا في الصورة في آخر التطورات. إذن زميلتي عفاف، كل الإمكانيات مسخرة من قبل مصالح الحماية المدنية من أجل انتشال ثلاث من الفريق الذي يتكون من 9 بحارة. ولأكثر تفاصيل حول الإمكانيات المسخرة للإنقاذ يحضر معي الرائد مخلوف إسماعيل رئيس الوحدات الإنقاذ لفرق الغوص لأكثر تفاصيل. سيدي، ممكن نعرف أين وصلت العملية وش هي الإمكانيات اللي سخرتها من أجل إنقاذ هذا وطمأنة إنقاذ ضحايا وطمأنة العائلات التي تنتظر بالجوار؟ صباح الخير اولا. ثانيا، الوسائل دائما زاد ليله الامس، وذلك من اجل جعل العمليات اكثر نجاعه. ثانيا، ضيف الى ذلك تحسن الاحوال الجويه مقارنه بالامس، ما يعنيش انها تحسنت بصفه كبيره. كاين تيارات البحريه، الرؤيه نوعا ما سالبه، ورغم ذلك كثفنا تواجد الغطاسين من اجل عمليه التمشيط مقارنة بالأمس، خاطرش اليوم الحالة الجوية تاع اليوم مقارنة بالأمس راهي متحسنة. لذلك بشرنا مباشرة بإجراء عملية التمشيط والبحث تحت الماء، يعني قيام بعملية الغوص.
ولكن حضرات يعني هل فيه لماذا هذه المنطقة بالذات يعني فيه أمل أنهم هم غرقوا هنا أو حولهم التيار إلى منطقة أخرى؟ هي دراسة جميع الاحتمالات. احنا راح عملية علاش نحن قمنا بعملية الغوص لهنا يعني. لأنه وجدنا أولا القارب في عين المكان زائد التيارات البحرية درنا دراسة احتمالية نظرا للتيارات البحرية ونظرا للمعطيات الجوية هي اللي يسمح لنا باش نديروا عملية تمشيط وفق هذه المعطيات. ما يعنيش بلي أنها عملية ارتجالية ولا عملية عشوائية، نو، هي عملية وفق المعطيات الجوية السالفة اللي كانت أمسية البارح واليوم. إذن شكرا على هذه التفاصيل وربي يعاونكم في مهامكم. إذن زميلتي عفاف نشير كذلك إلى وجود قوات خفر السواحل أو قوات الجيش الوطني عن طريق الطائرة المروحية وهي تجوب الساحل للبحث عن جثث الضحايا. مزيد من الأخبار تأتيكم في مواعيدنا الأخرى، نلتقي فيما بعد. شكرا جزيلا لك عبد القادر من غنو، كنت معنا على المباشر من شاطئ الصبلات، وبالتوفيق لفرق الغوص والإنقاذ في البحث عن الصيادين الثلاثة المتبقين. أعود مشاهدينا الكرام إلى ضيفي بالأستوديو البروفيسور كتفي للحديث عن الآثار المدمرة للتدخين على صحة الإنسان، وكنا قد توقفنا عند كيف يمكن كيفية محاربة هذه الآفة الخطيرة بشكل فعال. شكرا. أولا نتمنى أن تكلل هذه الجهود بالنجاح وتؤدي إلى نتيجة مرضية إن شاء الله. ونرجع للموضوع نتاعنا، يعني كيفاش نحارب هذه الآفة. تكلمنا وقلنا بهذا بأن حاليا الأضرار نتاع التدخين معروفة أنه لافيمي تاع التدخين تاع الدخان تتكون من مكونات عديدة جدا، حوالي 4000 مادة، ومنها حوالي أكثر من 200 اللي هي مادة مضرة، وفيها حوالي 50 مادة اللي هي مسرطنة، يعني تقدر تسبب في السرطان. نعم. وبالتالي يعني الأخطار حاليا معروفة، ربما بعد ذلك حنتكلموا عن الأمراض اللي يمدها المرض. وبالتالي محاربتها هو شيء مهم. ليش شيء مهم؟ لأنها واسعة الانتشار والأضرار تاعها كبيرة. دونك المحاربة تاعها يتم بجوانب متعددة. هناك أمور طبية يعني الطبيب راح عنده دور باش يقوم به بالنسبة للناس المدخنين لما يقوموا بعملية فحص، هل من أجل التدخين أو من أجل أمراض أخرى. الطبيب من تكون من الدراسة نتاعو ديجا تلقى نقولوا معلومات ولا معطيات أو في الدراسات موجودة كيفاش نحاولوا نكشفوا على الناس هذو المدخنين وكيفاش نقدروا نأثروا عليهم باش نوجهوا ولو جزء منهم باش يروحوا لوقف التدخين، ولما نطرحوا عليهم السؤال هل أنت مدخن؟ هل أنت حاب تتوقف عن التدخين؟ هذا ديجا يتوش لا كونسيونس تاع المدخن ويعطيه بلي أن هناك راه يتعاطى أمر مضر ولازم على الأقل يفكر فيه. هذا الشيء ومن بعد نفتحوا له المصالح نتاع محاربة التدخين. مع الأسف في مدة جائحة كورونا هذه تأثرت كثير من هذه المصالح اللي هي تأخذ أون شارج المدخنين، وحتى الأمراض اللي هي عن جاية على اللي هي سبب تاع التدخين. نعم. يعني صارت هناك صعوبات في لابريزون شارج دي مومون كو لا كوفيد اوكيبي يعني تحمل في جزء يعني كثير من المصالح في المستشفيات للعنايه بهؤلاء. هذا من الجانب الطبي، ولكن من جانب المجتمع هناك دور المجتمع المدني، دور كبير للصحافه والاعلام. نعم. لان نشوفوا باللي الاعلام كل سنة خاصة في اليوم العالمي للتدخين أو حتى في خلال السنة يقوم بعملية توعية ويستضيف مختصين باش يتكلموا عن التدخين وعن أضرار التدخين. هناك أيضا أمور أخرى اللي هي الجانب المادي أيضا مهم، لأنه كي يزيدوا لي تاكس نتاع التدخين هذا يرتفع السعر تنقص الاستهلاك. هذا اي تي بروفي يعني في كثير من الدراسات عبر العالم أننا كل ما نزيدوا في الثمن تاع التدخين كل ما تنقص الاستهلاك نتاعو. وعملية التوعية وخاصة التوعية بالنسبة لي في المدارس وفي الثانويات، لأن كثير من الأطفال والمراهقين يبدأوا يتعاطوا التدخين في سن مبكرة. وبالتالي لما نقوموا بعملية التوعية، وهناك جمعيات
كثيرة على المستوى الوطني اللي تقوم بهذا العمل وتقوم بالتوعية، باش لأن لا بروميير سيجارات هذيك السيجارة الأولى هي الخطيرة، يعني خطيرة لأنها تعطي للطفل أنه يبدأ، ولما يبدا يزيد الثانيه ومن بعد يولي الثالثه يابري يولي يدخل في الادمان، في دوامه عدم الاقلاع وصعوبه الاقلاع عنها. بالفعل لان المشكل تاع التدخين انه يحتوي على ماده النيكوتين، ولما تصعد الدماغ لما تعود تنزل يعني الدماغ يطلب انكور الماده هذه من جديد، وبالتالي ندخل في الادمان ويبدا يتطور الادمان، وكل ما نستجيب لهذا الادمان كل ما يزيد يطلب اكثر، وندخلوا في الدوامه ونصبح متعاطين دائمين للتدخين. في هذا الاطار ايضا باش نقول باللي احنا اسي ساهمنا انا كرئيس للجمعيه الجزائريه لطب التدخين، نعملوا اللي هي جمعيه تاسست مؤخرا، واللي ان شاء الله نقدروا نعملوا فيها في اطار هذا العمل خاصه الجانب العلمي لمحاربه التدخين. ومنها اننا انتجنا درنا ليديسيون تاع اون ريفو اللي هي لا ريفو الجيريان دو تاباكولوجي، تسمحي نعم ولا لا ريفو الجيريان دو تاباكولوجي اللي هي راهي في العدد الثاني، ورانا في نحضروا في العدد الثالث اللي الهدف نتاعها خاصه باش تتكلم عن الامراض اللي عندها علاقه بالتدخين، وان كان الحال هي اون ريفو ميديكال سي لا ريفو الجيريان دو ميديسين دو تاباكولوجي، في سبيل اقناع المدخنين بضروره التخلي عن هذه الآفة الخطيرة. نذكر بروفيسور كتفي أن التبغ أو التدخين يتسبب يعني حسب آخر الإحصائيات منظمة الصحة العالمية في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص سنويا، بينهم فقط 7 ملايين عن طريق التعاطي المباشر، ومليون فاصل اثنين حالة بسبب التدخين السلبي. بالفعل هذه اعداد حقيقيه منشوره من الواماس، ونزيد نفصلوا فيها نقولوا باللي 80% من هذه الوفيات هما في الدول السائره في طريق النمو سي لي بي اون فوا دو ديفلوبمون، اللي هما تعاطي التدخين فيهم حاليا هو اكثر من الدول المتقدمه. الدول المتقدمه كانت هي السباقة للتدخين، ولكن كانت هي السباقة لمحاربة التدخين، واللي هي نشرت قامت بقوانين كثيرة باش تحد من انتشار هذا المرض، منها عدم السماح بالتدخين في الأماكن العمومية. نعم. وهما ساروا في هذا المجال وطبقوه، ونروحوا تاليا حاليا في المطارات ولا في المساحات العامة في الدول الغربية ما يسمحش للإنسان باش يتعاطى التدخين، اللي حب يأخذ السيجارة نتاعو يكون في مكان محدد خاص بالمدخنين، ولهنا يصير ستيغماتيزي واضح أن الإنسان المدخن وما عندهم ما يسمحولوش باش يضر الآخرين، وبالتالي ينقص هو يحد كثير من أن المدخن يكون يقدر يضر ناس واحد اخرين. هذا الشيء احنا قوانين هذه موجوده عندنا، ونتمنى ان شاء الله نروحوا للتطبيق نتاعها ان شاء الله. بروفيسور كتفي، التدخين وكورونا كلاهما يدخل لجسم الانسان عن طريق الجهاز التنفسي. الدراسات تؤكد ان التدخين يجعل الانسان اكثر عرضه للاصابه بفيروس كورونا. في حاله الاصابه كيف يتم، ما هي تداعيات هذا المرض بالنسبه للمدخن، وكيف يجب عليه تفادي او يتعامل مع الأعراض المتفاقبة بسبب الإصابة؟ هي ربما كورونا هذا يكون سبب لكثير من المدخنين باش يوقفوا على التدخين يعني، ولكن نحن الشيء اللي نقدر نقولوه أن الأمراض اللي تسبب فيها التدخين في الجهاز التنفسي وفي السيستم كارديوفاسكولار وفي القلب والشرايين، هذه الأمراض مرتبطة مباشرة مع لا سيفيريتي مع خطورة مرض كورونا، مع احتمال الاستشفاء من خطوره المرض. نعم. واحتمال لي كومبليكاسيون تاع المرض وربما الوفاه تاع من هذا المرض. ماشي واش هي هذه الامراض، خاصه الناس اللي عندهم انسداد في القصبات الهوائيه. نعم. لا بي بي سي يو، اللي هما احتمال ان المرض او ان كورونا او الانفكسيون لا كوفيد 19 تكون اكثر خطوره عندهم. هذا شيء واضح وعبر الدراسات ولاحظناه في الميدان. الناس اللي عندهم لي كانسير ولا يداووا بور ان كانسير، هذو الناس وسي الكورونا يكون عندهم اكثر خطوره. والناس اللي عندهم دي مالادي كارديوفاسكولير بالتاكيد ان هذو الناس من
الأول هم الأولين اللي يكون المرض خطير عندهم جدا مرض كورونا، وبالتالي محاربة التدخين راح تكون عندها أثر إيجابي نعم. على محاربة كثير من الأمراض المتعلقة بالجهازين التنفسي والسيستم كارديوفاسكولار. رسالة وصلت بروفيسور عبد الباسط كتفي المتخصص في الأمراض الصدرية بالنسبة للمترددين في الإقلاع عن هذا التدخين. شكرا جزيلا لك على الحضور الكريم. شكرا. وعلى هذه الاستفاضة القيمة. شكرا. مشاهدينا الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة هذا الروبورتاج الذي أخذنا إلى جبال تيكيشدا، هذه المنطقة السياحية الجميلة والرائعة بولاية بويرة، ودليلنا في هذه الزيارة ليلى محمد محتوت. سحر الطبيعة هنا يظهر في كل مكان، فخلال فصل الشتاء تسيطر الثلوج على هذه الجبال الشامخة. إنه الوقت الأمثل لترتدي عروس جرجرة ثوبها الناصع البياض. تيكيشدا دوك فيها جمال الحوايج بزاف اللي مليح في بلادي، راك فاهمه؟ وتيكيشدا 10 شهور هي مسكره كورونا، وذاك كنا نجيو حنا هنا باش شغل نسولاجيو شويه. الطبيعه تاعها عذراء مازالت ما تقاستش. ماذا بين الناس تجي وتشوف وتطالع، والشعب ثاني يديروا الاحتياطات الواجبه تاعهم للكوفيد 19. ايه مقبل احنا توجور هنا شاك ويكاند هكذا، ولا نحبوا نجيو لهنا. تيكيشدا في الشتاء ثلج راك تعرف بحالها، مي مقبل هاد الايام اللي فاتوا كنا نجيو هنا تكون مبلعه بروبليم تاع كورونا كما عارفين. ايه ومن بعد البارح عيطنا سقسينا قالوا لنا فاتحه جينا عقبنا ينبال نويب يا حطه. بانوراما طبيعيه نادره لا تزال تخفي الكثير من الاسرار، فقط امعن النظر من حولك ودع الطبيعه تبح لك بذلك. الصباح الرياضي بعد قليل، والزميل عبد العزيز بن سالم بعد الفاصل. عبد العزيز صباح الخير، إليك التفاصيل. صباح الخير لك عفاف، مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم. بداية وبعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإعادة برمجة لقاء الإياب من الدور التمهيدي الأول من دور أبطال إفريقيا بين مولودية الجزائر وبوفلز البنيني، دفع الناطق الرسمي لمولودية الجزائر سيد علي عوف عن حظوظ الفريق، كاشفا في تصريح للتلفزيون الجزائري عن السيناريوهات المحتملة. أولا السلام عليكم ونحييكم على الاستضافة. اولا هذه المراسله جاتنا من الكاف عبر الفيدراليه في كره القدم، تقول لي باللي لازم نواجهوا الفريق بفلس ان بلون فول اللي باش يسمح الفريق هذا يدير الرحله تاعو الى الجزائر، وقال لك وعد والا عدم توفير هذا البلون فول هذايا. قال لك ما خيروا الملعب بين المغرب او تونس، ولذا احنا المقابله هذه اللي نتاسفوا شويه باسكو ما كناش نستناو في هذا القرار اللي باش المقابله تعاود في الجزائر، وسيرتو كان القرار تاع المحافظ المقابلات والحكام اللي حضروا هنا الجزائر وداروا التقرير تاعهم وبعثوه للكاف. نسالوا ديفوا شويه وين هذا الخلل، وين صرا هذايا ما على بالناش. عاودنا درنا اجراءات جديده وجبنا ان بلون فول على طريق المغرب، وحنا رانا درنا البلون فول بعثناه رسلناه للكاف على عبر الفار. نعم. وما من نادي بفلس بعثنا لهم البلون فول، ولهذا دوكا غدوه ان شاء الله يجونا تصريحات نسدو نبعثوهم، ومن بعد نشوفوا تما شكون يجي ولا ما يجيوش. ولهذا حنا برك ناكد لي باللي هذا النادي مراو انا مملوك ان يجي على طريق المغرب او تونس ولا ما ينشاف يحبط من السما، ماش كي تيجيو باسكو ما عندهمش اموال ماليه باش يتنقلوا للجزائر. من جهته دعا مدير القطب التنافسي لفريق شباب بلوزداد توفيق قريشي إلى ضرورة مرافقة السلطات للفرق المشاركة في المنافسات القارية قصد تسهيل مهمة التنقل وتجنب العراقيل
التي تمنع الأندية الإفريقية من القدوم كما حدث مع نادي بافلس. لنتابع. أنا أعتقد أن احنا رانا 4 فرق الآن، الصيف، شبيبة القبائل، مولودية الجزائر، وشباب الوزداد. ما أعتقدش الأمور تكون سهلة، وممكن الفرق 3 مثل شبيبة القبائل، الصيف، وشباب الوزداد راح نلقاو ممكن نفس المشكل ونفس الإشكال. نقول أن بدون مرافقة السلطات العمومية لهذه الفرق لتسهيل مهمة قدوم الفرق وقدوم الحكام، نطلب من السلطات العمومية أن ترافق الفرق الجزائرية اللي راهي على أبواب دخول الدورة الثانية. أنا أقول أنه بدون مرافقة السلطات العمومية ساعدنا في دخول المنافسين، دخول الأوفيسيال أيضا، بطبيعة الحال ممكن جدا نلقاو صعوبات، وممكن جدا كاين بعض الفرق اللي راح تخسر حتى المقابلة تاعها البساط. لن تسهيل قدوم المنافسين تاعنا وايضا ليزوفيسيال راح يسهلنا مهمتنا، ونكتفي بالتفكير في الجانب التقني. في الكرة المحلية اختتمت الرابطة المحترفة لكرة القدم جولاتها 3، جولات ميزتها التعادلات وأرقام أخرى جمعها لنا طارق بوفليح في سياق هذا التقرير. سبعة وعشرون مباراة لعبت لحد الآن في الدوري المحلي، 18 منها انتهت بنتيجة التعادل، أي بنسبة 66%، نسبة مثيرة وباتت حديث العام والخاص، لتلقب البداية ببطولة التعادلات، وبات ترتيب العام مقسوم على 7 مراكز فقط من أصل 20، فيما بلغ العداد التهديفي العام 44 هدفا، أي بنسبة 1.62 هدف في كل مباراة. إحصائية ضعيفة يرجعها أخصائيون إلى عديد الأسباب، منها التغييرات التي حصلت على توليفة الفرق، ما جعل الانسجام يغيب بين اللاعبين. بما كاش اللي يحفز هذاك حفز الفريق اللي يستقبل، يحفز الفريق تاعو باش يسجل أهدافه منا، والاكتفاء في راسهم كان دي فوا مام حتى ولو يعني يديروا يتعثروا في الصف تاعهم وينقطة خير من الخسارة. البارابور الهجوم اللي ماهوش يسجلوا أهداف كثيرة، نخصص لي زوتوماتيزم هذاك 8 شهور كي تقعد بلا ممارسة الرياضة، ممارسة كرة القدم، ما ينقص لك من لي زوتوماتيزم تاعك. نظن مع مرور الوقت إن شاء الله بالك تصلح الأمور هذه، والمدربين لازم يصلحوهم ثاني. طول فترة التوقف وطول فترة التحضيرات مع التركيز فيها على الجانب البدني لتدارك التأخر فيه، أفقد الفرق ميكانيزمات التعامل الجيد أمام المرمى، بالإضافة إلى غياب الحافز الجماهيري، ما جعل عديد النوادي تضيع نقاط على أرضية ميدانها، بالإضافة إلى تسجيل الفرق لعديد الإصابات بالكوفيد، وهو مؤشر على عدم الاستقرار على تشكيلة واحدة. فرق كل مباراة تتعادل، ما عدا ضمن فريقين كان في استقرار في المجموعة، يعني هو شباب بلوزداد وفاق سطيف، يعني تقريبا الفريقين الوحيد اللي خلاو يعني تقريبا نفس التشكيلة. ونظن التغييرات الكثيرة اللي قامت بها الفرق، وخاصة تحضير لبعض الفرق اللي كان متأخر، أنا نشوفه في مستوى يعني تقريبا متقارب من كل الفرق، ما عاد يعني فريقين اللي ذكرتهم وفاق سطيف وشباب الوزداد، اللي رانا نشوفه يعني كان فيه ريتم وكان فيه يعني اللعب، ورانا نشوفه أداء مبدع. ليبقى الحكم على نجاعة الموسم مؤجلا على الأقل إلى غاية مرور 6 إلى 7 جولات لرؤية الفوارق في المستوى وفك الشراكة بين الفرق في الترتيب العام. حددت لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تاريخ 22 من هذا الشهر موعدا لمواجهة شبيبة القبائل ونادي الدارك من النيجر ضمن الدور التمهيدي 2 من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وكشفت الصفحة الرسمية لفريق شبيبة القبائل أن اللقاء سيلعب على ملعب جنرال سايني كونشي بداية من الساعة 3:30 زوالا. هذا وعينت الكاف طاقم التحكيم النيجيري لإدارة هذا اللقاء بقيادة الحكم الرئيسي كوادري أولولا. أعلن أمس اتحاد الجزائر وصول مدربه الجديد الفرنسي تيري فروجي،
وكان في استقباله المدير الرياضي للفريق عنتر يحيى. الاتحاد أعلن أن تيري فروجي سيقوم بإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا ليتوجه بعدها إلى مقر إقامته. يذكر أن إدارة النادي العاصمي استغنت منذ أسابيع عن المدرب سيكوليني قبل أن تتعاقد مع مواطنه تيري فروجي الذي سبق له تدريب الفريق في 2018. في اتصال هاتفي مع المدرب للتلفزيون الجزائري، أكد المدرب الوطني لأقل من 20 عاما صابر بن إسماعيل أن المنتخب الوطني بات جاهزا لخوض غمار بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لهذه الفئة مطلع العام المقبل. أولا الوصول تاعنا كان يعني في ظروف جيدة، وكانت الرحلة يعني في إرياحية، يعني الحمد لله كل لاعبين يعني وصلنا كما نقول الحمد لله بخير، وعملنا حصة يعني في المساء كانت حصة يعني مخصصة للاسترجاع. الحمد لله الفريق المجموعة كلها يعني كما يقولوا محفزة باش تقوم بدورة إن شاء الله إيجابية ونعملوا النتائج المرجوة إن شاء الله. تعرف أنه البطولة تجرى بدون جمهور، فلهذا هم إذا كان عندهم أفضلية عندهم أفضلية على الميدان للمواطنين يعني يعملوا فيه، لكن هذا كما يقولوا الجزئية هذه ما راحش تهم كثير، لأنه احنا الفريق تاعنا يعني نفسيا محضر يعني لأي فريق يعني مش غير تونس، لأنه راح نلعبوا يعني نلعبوا بطولة مصغرة، ولازم إذا كان باش تكون عندنا أهداف وباش نتأهلوا لازم ما نحسبوش كثير، ولازم ندخلوا ديريكتومون في صلب الموضوع. إن شاء الله تكون المقابلة الأولى إن شاء الله نسيروها كما رانا حابين إن شاء الله، والباقي المشوار يكون أحسن إن شاء الله. احتضن مسبح القبة منافسة تقييمية ضمت سباحي النخبة الوطنية، وهذا استعدادا للمنافسات القارية. وهبة بلحوة حضرت جانبا من هذه المنافسة وعدت الروبورتاج التالي. وضع السباحين في أجواء تنافسية هي الغاية التي تسعى إلى تحقيقها الاتحادية الجزائرية للسباحة بعد النداءات المتكررة للمدربين. التقييم اليوم كانت في هذه المنافسة يعني التقييمية، ومنافسة اللي حتعطينا يعني ممكن رؤية عن جاهزية السباحين والسباحات. هذه المنافسة تعطي لهم كذلك للطاقم التقني، تعطي له يعني يشوفوا كل النقائص يعني والنقاط الضعف والنقاط القوة كل سباح، وهذه تندرج في إطار تخطيط المخطط الوطني للمديرية الفنية التقنية اللي اليوم واجب علينا نتبع كل سباح من حيث الجاهزية ومن حيث قابلية السباح على التدريب والمنافسة. سباحان معنيان بتحقيق الحد الأدنى للمشاركة في أولمبياد طوكيو، عبد الله عرجون ومحمد أنيس جاب الله، إضافة إلى 6 سباحات يحضرن للبطولة الإفريقية والمنافسات الإقليمية، وضعوا أنفسهم تحت ضغط المنافسة لتقييم مردودهم بعد فترة التحضير، وذلك في 14 سباقا في البرنامج. فيما يخص أنيس جاب الله اليوم حطم رقم قياسي في 400 متر حرة، نظن معناتها هذه معناتها سيمبول نوفيل. كان الهدف تاعي مع اللي ولا نهبط تحت حاجز 50 اخش هو الواعر باش تكون دوك عارف روحي كيفاه نعوم، وكان هذا شغل تيست في تيست، شغل سييت نبدل لا ميثود تاع لا ناج. هي اوقات جدا جيده يعني في بور ان ديبي سيزون، اللي رانا بدينا نوليو النيفو تاعنا يعني ميم سيتي رانا خير من لي زاني بريسيدونت في لا بيريود يعني الحمد لله، وخدمنا بزاف باش لحقنا لهاد لي طون ولمي غاست افنيغ ان شاء الله. هناك من استأنس المنافسة. هادو لي تيست ساعدونا ان تي بو بور ايفاليوي لي بو سون نو ناجور اي بارابور اوز سيونس كازو. مي ابخي هاد لي دو موا اللي نشوف كي انا كي سباحت لي معايا كاع حققنا افضل نتائج تاعنا، انا درت ميور طون تاعي في 100 ناج ليبر سي ان بون ديبار. وهناك من هابها. جافي التراك اي اون ميم طون جيتي تري انسيوز باسكو سي ان بروميي ديبار كو. لكنها تبقى المعيار الأول لقياس المردود ثم تسجيل قفزة إلى الأمام للتقدم في التحضير والاستعداد. ختام أوراق الرياضة لهذا الصباح، شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة، وأعود بكم
الآن إلى الزميلة عفاف. تفضل يا عفاف. شكرا جزيلا لك عبد العزيز بن سالم على هذه الإطلالة الرياضية. وبذا مشاهدينا الكرام وصلنا بدورنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح. شكرا لكم على طيب المتابعة. كرم الوفاء ويوم موفق للجميع. السلام الله عليكم. موجز والعاشرة، أهلا بكم. بداية، طمأن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الشعب الجزائري على تحسن وضعه الصحي خلال كلمته في حسابه عبر تويتر، جاء فيها: الحمد لله على العافية بعد الابتلاء، شفى الله المصابين ورحم المتوفين وواسى ذويهم. موعدنا قريب على أرض الوطن لنواصل بناء الجزائر الجديدة. جزائر دوما واقفة بشعبها العظيم وجيشها الباسل، سليل جيش التحرير الوطني ومؤسسات الدولة. السيد والرئيس وفي كلمته أيضا طلب من اللجنة المكلفة بالانتخابات تحرير قانون الانتخابات ليكون جاهزا في غضون 15 يوما تحضيرا للمرحلة القادمة. كما وجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تعليمات لوزير الداخلية والولاة للتكفل بالسكان خاصة بمناطق الظل. تعقد اللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية دورتها 55 ابتداء من اليوم بمدينة فيينا بالنمسا، والتي تدوم 4 أيام، وهذا برئاسة السفيرة فوزية مباركي الممثلة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمة الدولية بفيينا، وفق ما أفاده بيان لوزارة الشؤون الخارجية. وذكرت الوزارة بأن وزير الشؤون الخارجية صبري بقدوم يترأس رفقة نظيره الألماني هايكو ماس المؤتمر الدولي 11 لتسهيل دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ 2019-2021. على إثر غرق سفينة لصيد الأسماك فجر أمس بخليج الصبلات بالعاصمة، والتي كان على متنها عدد من البحارة، تم إنقاذ 6 منهم وتحويلهم إلى المستشفى للتكفل بهم، فيما لا تزال لحد الساعة عمليات البحث عن 3 بحارة آخرين متواصلة من قبل فرق الحماية المدنية وحراس السواحل. ولمزيد عن هذا الموضوع يلتحق بنا مباشرة من الصبلات الزميل عبد القادر بن غنو. عبد القادر، ما الجديد لديك بشأن عمليات البحث عن البحارة؟ صباح الخير زميلتي آسيا. إذا عملية البحث متواصلة منذ أمس، يعني تواصلت لليل لوقت متأخر من الليل لإعادة العملية اليوم صباحا، ووضع كل الإمكانيات من غواصين لإنقاذ، اتباع استراتيجية معينة من قبل فرق الحماية المدنية وفرقة الغواصين للإنقاذ. ولهذا يعني تمكنوا لحظة على بعد أمتار، أين يتواجد الفريق التلفزيوني على بعد أمتار، من انتجال جثة لأحد البحارة. ولأكثر التفاصيل حول هذه العملية يحضر معي الرائد مخلوف إسماعيل. سيدي، ممكن تقولوا لنا يعني العملية كما خططتوا في الاستراتيجية تاعكم، أنكم الجثث يعني تتواجد هنا، يعني تمكنتوا من انتشال هذا الجثث؟ صباح الخير مجددا. هي دائما احنا عملية تاعنا بنيناها وفق المعطيات الجوية، وثانيا وفق خطط تقنية ندرسوها خاصة بعملية البحث والانتشال الضحايا كي تكون مفقودة تحت الماء. هي نوعا ما طرق أكثر تقنية. يعني قسمتوا المنطقة هذه، قسمتوها للمساحات؟ هي وفق مساحات ووفق العمق
وفق التضاريس البحرية. يعني هنا كان هذا الخليج هذا عبارة عن خليج صخري نوعا ما، وفي نفس الوقت هو رملي. درنا دراسات، ورغم الحالة حالة الرؤية الصعبة ونوعا ما التيارات البحرية تحت الماء، وفق هذه المعطيات اتخذنا إجراءات خاصة، والغطاسين تاعنا متأقلمين في هذه الوضعيات ومتمرنين عليها والحمد لله. العملية ستتواصل حضرات دائما الجفن تاعنا ما يغمض حتى ونسيبهم إن شاء الله. شكرا سيدي. إذن زميلتي آسيا، العملية متواصلة، ونقدم التعازي للعائلة الضحية الأولى، ونتمنى أن نطفئ نار يعني الحزن بعد إيجاد الضحيتين الأخيرتين. إذن هذا ما لدي، نتواصل في مواعيد إخبارية أخرى. شكرا لك زميلي عبد القادر بن غانو، كنت معنا مباشرة من الصبلات بالعاصمة. نعاود الاتصال بك لاحقا لمزيد من المعلومات عن عملية البحث. ونعود، ينظم اليوم الهلال الأحمر الجزائري انطلاقا من قصر المعارض الصنوبر البحري سافاكس بالعاصمة قافلة مساعدات وطنية لفائدة قاطني المناطق النائية والحدودية، تشمل معدات طبية خاصة بالوقاية من فيروس كوفيد 19، منها الأقنعة الواقية ومحاليل التعقيم، إلى جانب مواد غذائية، حيث سيتم توزيعها حسب احتياجات المواطنين. في إطار الاحتفال بذكرى 60 لتبني الأمم المتحدة إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والذي تم اعتماده على شكل قرار رقم 1415 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 14 ديسمبر، يعقد اليوم بالعاصمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالشراكة مع اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعبية الصحراوية ندوة صحفية حول الوضع الصحراوي. وعن هذا الموضوع تنضم إلينا، يشار إلي أن المباشر ملغى وأننا لم نتمكن من الاتصال بالزميلة دلال بوطبة من هناك. وعن تطورات الوضعية الوبائية في بلادنا، سجلت أمس 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 92100 حالتين مؤكدة، في حين تمثل الشفاء 60457، من بينهم 429 تمثلوا أمس للشفاء. كما سجلت أمس 12 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 2596 رحمهم الله. في العالم، تبدأ اليوم الولايات المتحدة الأمريكية في حملة تطعيم ما لا يقل عن 3 ملايين شخص بواسطة لقاح فايزر بيونتيك، وذلك قبل نهاية العام الحالي، في الوقت الذي شارفت فيه حصيلة الوفيات على بلوغ 300 ألف حالة. يحدث هذا فيما ارتفعت الحصيلة على الصعيد العالمي إلى زيادة من 1,650,000 حالة وفاة. بموازاة ذلك، قررت ألمانيا حجرا جزئيا على مواطنيها ابتداء من هذا الأربعاء وإلى غاية 10 من شهر جانفي المقبل. في النيجر، لقي 27 شخصا مصرعهم في هجوم وصف بالوحشي استهدف قرية تومور بناحية ديفا جنوب شرق البلاد. الهجوم نسبته السلطات إلى جماعة بوكو حرام التي تنشط بالمنطقة. نهاية الموجز، تحياتي تحيات الفريق العامل معي، في أمان الله. هذا المرض خطير جدا في الجزائر، ولذا لابد باش ناخذوا كل الاحتياطات والنصائح اللي عطاوهنا وزارة الصحة أو المنظمة العالمية للصحة. أولا الوقاية، لأن بعض الشريحة من المجتمع لا مازال ما يمنوش بلي هذا الوباء موجود والفيروس موجود، لهذا
وجه نصيحة من ذهب ورسالة إلى هذا المواطنين باش يتجنبوا هذا الوباء من طرف التوعية، ألا وهي الكمامة الضرورية في أسواق ولا في أي مكان. ثانيا احترام المسافة المدعو عنها من طرف المنظمة العالمية للصحة، ألا وهي متر ونص ولا زوج مترات. غسل اليدين وكذلك سيلفو استعملوا لاسوليسيون هيدروالكوليك برا، لان هذا الفيروس خطير. عندنا دي كا بوزيتيف اليوم كل نهار يزيدوا، ولذا نطلب الحيطه والحذر لهذا المواطنين والانضباط الكل حتى نخرج من هذا الوباء وتعود المياه الى مجاريها الطبيعيه. وشكرا. ساعة يقارب حركة الاستثمار في كل أنحاء الجزائر، ينقل الصورة الحقيقية لأعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، برنامج 24 ساعة يرصد عمل قطاعات الاقتصاد كلها على اختلافها، من الفلاحة إلى السياحة، لحظة بلحظة، صورة بصورة. أربعة وعشرين ساعة، موعد متجدد على الجزائرية الثالثة الإخبارية. التدابير الإلزامية لأداء الصلاة داخل المساجد. ضرورة تعقيم المساجد قبل فتحها. تحديد أماكن وقوف المصلين باستعمال الشريط اللاصق على الأرض أو غيره. رفع المصاحف والكتب من الرفوف وحجارة التيمم. ضرورة اصطحاب سجادة لكل مصل. وضع الحذاء في كيس شخصي ووضعه بجانبه. ارتداء لباس خاص بالمنظمين أو وضع شارة منظم. تعليق ملصقات في المساجد للتذكير بتدابير الوقاية الصحية. فتح كل الأبواب لتفادي تلاقي المصلين عند الدخول وعند الخروج. فتح المساجد 15 دقيقة قبل رفع الآذان. غلق دورات المياه وأماكن الوضوء، وعلى كل مصل التوضؤ في البيت قبل التوجه إلى المسجد. ضرورة قياس درجة الحرارة لكل من يريد الدخول إلى المسجد. منع النساء والأطفال الصغار البالغين من العمر أقل من 15 سنة من الدخول إلى المساجد. ضرورة توفير كل الظروف الوقائية الملائمة قبل الدخول إلى المسجد. ارتداء القناع الواقي بالطريقة الصحيحة بأن يغطي الأنف والفم. تهوية المساجد بفتح النوافذ طيلة اليوم. حث كبار السن على الصلاة في بيوتهم. إقامة الصلاة بعد الآذان مباشرة. يتعين على الأئمة تخفيف الصلوات وعدم الإطالة فيها. غلق المكتبات والأقسام القرآنية. تعليق جميع الدروس والنشاطات العلمية في المساجد. غلق المساجد بعد الفراغ من الصلاة في مدة لا تتجاوز العشر دقائق. تعقيم المساجد في نهاية كل يوم. فغدا نعود إلى المساجد كلها، والأنس يقبل والنوازل ترحل.
عن الأصالة في الجزائر تجدها. وإن بحثت عن التقاليد عند شعبها تعرفها. وإن بحثت عن العادات في حياتهم تعيشها. وإن بحثت عن التراث فهو حي على أرضها. تراث بلادي، برنامج يعرفنا على كنوز الجزائر التراثية. تراث بلادي، موعد متجدد على الجزائرية الثالثة الإخبارية. مساء الخير، اهلا ومرحبا بالجميع، جمهورنا الكريم، اهلا ومرحبا بكم معنا الى هذا العدد الجديد والمتجدد من مجلتكم الاسبوعيه ابحر. كما كنا وعدناكم رانا تلاقينا من جديد على الحب على الوفاء دائما مع مختلف المواضيع اللي دائما عندها علاقه بشريطنا الساحلي. تشاهدون في هذا العدد من مجله ابحار التعرف على أهم النشاطات البحرية بميناء الجميلة بالجزائر العاصمة. جولة بحرية عبر ساحل ولاية شلف. أسماك الأحواض الطبيعية بحديقة التجارب بالحامة. هي مواضيع متنوعة نأمل أن تعيشوا من خلالها الراحة، فراحتكم جمهورنا الكريم هي غايتنا الأولى والأخيرة. أما عن بداية مواضيعنا لنهار اليوم راح تكون من الجزائر العاصمة، هذه المدينة اللي معروفة ومشهورة بالكثير من الشواطئ الصخرية منها وحتى الرملية الجميلة اللي راهي تستقطب عدد كبير والآلاف من السياح في فصل الصيف. فالمعروفة منها من الناحية الشرقية شاطئ عين طايا، شاطئ تمنفوس وغيرهم، ومن الناحية الغربية شاطئ كيطاني، شواطئ عين بنيان وشواطئ اسطوالي. لما نتكلموا على شواطئ عين بنيان لابد أن نتكلموا على ميناء الجميلة، هذا الميناء اللي يعرف حركة ونشاط كبير ويعرف كذلك استقطاب عدد كبير من السياح الجزائريين وحتى السياح الأجانب. نروح نتعرفوا على هذا الروبورتاج على هذا الميناء، تفضلوا معنا. لا، هذا شهد توسعة وأشغال توسعة وتهيئة من سنة 2002-2005 ومن أجل استقبال أكبر عدد ممكن من سفن كسوا صيد سردين أو سفن الجياب أو الحرف الصغيرة. ميناء هذا خصوصا هذا الميناء يعرف بصيده لهذا النوع، خصوصا هذا النوع من سمكة الإسبادون، حيث تقدر تقريبا يعني نسبة الإنتاج تاعو 30%. الزائر لجنبات وأرصفة ميناء الجميلة بعين بنيان
سيتمتع حتما بالعديد من المناظر البحرية التي تتميز بها مثل هذه المؤسسات السياحية والاقتصادية. عندنا حوالي 5 سفن صيد سفن الجياب، عندنا 4 سفن صيد سردين و23 سفينة مهن صغيرة. وعندنا جانب آخر من النشاط كمكمل للنشاط الاقتصادي، عندنا يلعب دور النزهة والترفيه حيث يشهد استقبال خصوصا في فترة الصيف، يشهد استقبال المواطنين والزوار. نشاطات عديدة ومتنوعة تقام هنا بميناء الجميلة بضواحي الجزائر العاصمة في مختلف الفصول من حر وبرد، وذلك باحترام كافة الشروط والمقاييس الدولية المعمول بها في مثل هذه الأماكن، كما يتم توفير كافة الوسائل لعمال وبحارة أكفاء من ذوي الخبرات في عالم المياه الزرقاء. مهنة تاعي رئيس تاع بابور، هو متر الكيباج، هو السحقة في البابور، هو كل حاجة، الرئيس هو كل في الكوارط ولا في السيادة ولا في